السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم، اهلا وسهلا بكم في منار جديد. وموضوع مهم بصراحه، موضوع اندر استيميتد من الناس كتير قوي، من البيرنتس. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن ستروينج اند اوبستراكتيف سليب ابنيا ترينز اند ان دايجنوزز اند مانجمنت. طبعا شرفنا يكون معانا الاستاذ الدكتور محمد قطب، بروفيسور اوف اي ان تي فاكولتي اوف ميديسن فيوم يونيفرستي. وعرفت برضه بنفسي، انا دكتور رامي الشربيني، اسيستنت بروفيسور اوف بيدياتريك اند نيوناتولوجي عند كورسات اوبدياتيك كلينيكال نيوتريشن. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد، شرفتنا في اهلا المنال بيك يا الجديد. دكتور رامي. كل سنه وحضرتك طيب، بمناسبه شهر رمضان، وان شاء الله تبقى محاضره جميله وموضوع مهم جدا، وزي ما قلت اندر استيميتد من كتير قوي من البيرنتس، مع الموضوع مهم ويعتبر امرجنسي. ان شاء الله تكون محاضره جميله نستفيد منها كلنا. اتفضل ان حضرتك شاء دكتور الله. محمد. السلام عليكم ورحمه الله. انا الدكتور محمد قطب، انا استاذ الانف والاذن والحنجره في كليه الطب جامعه الفيوم. يشرفني وجودي معاكم النهارده في المحاضره ديت، واتمنى تكون مفيده للكل ان شاء الله. المحاضره ديت ما هياش فيها حاجات معلومات سبيسيفيك قوي للناس الادفانسد اللي هم تخصصهم للاي ان تي، لكن هي فيها جزء كبير جنرال يخص ناس البيدياتريكس، يخص الجونيورز بتوع الانف والاذن، يخص الجونيورز بتوع الكارديولوجي، علشان هتديهم شوية افكار وكونسبتس قد يكون فيها بعض الاخطاء. كمان ممكن تساعد الناس اللي هم حتى ايفن ما هماش دكاترة متخصصين في القصة، عشان تدي ابعاد زيادة لحاجات ما هياش واضحة جدا عندنا. تعالوا نبدأ كده وان شاء الله تعجبكم الحكاية باذن الله. اول هام انا عايز ابتدي فيه معاكم هو بعض الساوندز، علشان خاطر يبقى واضح لنا ان في فرق ما بين كلمة snoring وما بين كلمة wheeze وما بين كلمة strider، لان هو الحقيقة في خلط جامد ما بين الاصوات. المفروض ان انا ابقى بسمع الصوت، لو سمعته في التليفون ابقى قادر اقول ده snoring ولا ده سترايدر. والحقيقة عشان احنا بيجي لنا بعض الناس او بعض المرضى ريفيرد من بعض الزملاء، وبيبقى في خلط في الحتة دي شوية صغيرين. تعالوا ناخد كده اكزامبل لقصة ويز. ويز دي عبارة عن ايه؟ خد بالك، اسمع كده، الطفل ده وده عنده ويز. ويز دي هي اكسبيراتوري ساوند. خد بالك، النفس يتاخد وهو بيطلع during expiration يحصل mild stenosis او mild narrowing of the airway، وده اللي يعمل الساوند. وده احنا عارفينه انه له علاقة بايه؟ بالازمة، له علاقة باللور respiratory tract، برونكاي، برونكيولز، الفيولاي، وهلم جرة. الصوت ممكن يلخبط مع ناس لسه ما هماش بروفيشنال شويه. اه طبعا ممكن يلخبط، ولازم نبقى فاهمين قوي ده اسمه ايه بقى. اسمه اكسبيراتوري ساوند، والنقطه ديت مهمه لازم نكون واضحه لنا. تعالوا نروح لحاجه تانية. ايه هي التانية؟ اسمع الساوند ده كده الاول بعد اذنك. حد ياخد باله يقول لي is it inspiratory or expiratory؟ لو ركزنا هنلاقي الطفل ده بيعمل ده اسمه ايه؟ ده اسمه inspiratory sound during inspiration، مش during expiration زي الصوت اللي قبله. ده اسمه stridor. It is not snoring خالص، ولازم نعرف نفرق. وان شاء الله لما نخلص والتسجيل يبقى نازل لك، انت ممكن تسمع القصة مرة اتنين تلاتة، تدرب ودنك على الصوت ده. ده ما ينفعش الخبطه as a strider مع ويزس اللي هي السلايد اللي فات، ولا مع السنورينج زي ما هناخده. طيب بص لو سمحت على الصوت ده، حسنا
اظن ده واضح جدا ان الصوت بتاع المريض ده انسبيراتوري بروبلم، بني ادم مش عارف ياخد النفس ديورينج انسبيريشن. انا مش جايبه علشان ده بارت من المحاضره، انا جايبه بس تو ديمونستريت يعني ايه قصه سترايدر. لكن الساوند بتاع الطفل ده اللي سمعناه من شويه هو ده اللي ممكن يلخبط لي مع السنورنج، لكن الصوت بتاع المريض ده لا طبعا مش ده المقصود. هو المقصود بيه هنا نعرف نفهم ان في درجة من الاسترايدور بتبقى سيفير بتوصلني لده عشان افهم يعني ايه انسبيراتوري ستينوزس اوف ذا اير واي. نفس الكلام خد بالك مع الاسبيراتوري ستينوزس اللي هو سيفير اذمه، ممكن المريض برضو يبقى عنده صوت عالي جدا، والصوت ده برضو لازم ناخد بالنا ونفرق ما بينهم. صحيح انا اكلمك كمان شوية على حاجة، احيانا بيبقى الاستينوسس ده inspiratory and expiratory at the same time. معلش سكيب الحتة دي شوية. طب تعالى بقى نروح، امال الصوت بتاع السنورينج يبقى عامل ازاي؟ listen. تاني لو سمحت، ايه رأيك الصوت ده انسبيراتوري ولا اكسبيراتوري؟ تاني لو سمحت، واضح جدا ان انسبيراتوري سترايدر، لا ما اسموش بقى سترايدر، اسمه سنورينج مع انه ديورينج ذا انسبيريشن. الله، يبقى ايه الفرق؟ ده اللي احنا هناخده كمان شوية عشان نعرف. بس مليون في المية، معلش انا هرجع تاني مرة تانية. listen كده. اصل this sound is originating from the larynx. It is not originating from the upper airway اللي انا اقصد بيه the nose and the palate. تعالوا بقى بعد القصة دي another example صغير more severe. This child is severely suffering from inspiration up to the limit. ها هو بيقطع النفس في ثانية، وهي مش في ثانية، هي بتقطع وتكمل أكتر من كده شوية. تعال اسمعوا تاني. ياخد نفس، ياخد في ثانية. اهو اهو، وبعدين بدأ ياخد تاني. معلش بعد اذنك عشان دي مهمة جدا. بص بيعاني، خد النفس اهو، بص بقى بيحاول، مفيش اهو، بدأ ياخد مرة تانية. This is what is called obstructive sleep apnea. اوكي طيب، يبقى انا بعد المقدمة دي فهمت انه في عندي اكتر من ساوند، والساوند انا محتاج ابقى فاهم is it wheeze, is it snoring or is it strider sound، وكل واحد منهم مختلف عن التاني ولازم افرق. بعد اذنك اسمع تاني وتالت ورابع مهما كان تخصصك، حتى لو كنت عشان طفلك او ابنك، بلاش المريض بتاعك، عشان تعرف الفرق ما بينهم، وكل واحد منهم is a different pathology. طيب السنورينج بقى is the sound originating usually from the nose, from the
nasopharynx from the soft palate from the oropharynx sometimes very rarely انه عندي الحته بتاعت الاوروفارينكس. يعني انا لو بصيت على الكيرسر معايا كده يبقى نوز نيزل كافيتي نيزوفارينكس اند سوفت بالات اند sometimes the oropharynx very rarely ان يبقى داونوردز below the level of the tongue base epiglottis and the airway. امال لو ابتدى من هنا الساوند in this area لا it becomes not snoring it becomes the start of stridor. usually stridor بيبقى inspiratory in this upper airway في الحتة دي كده ده هنا يبقى اسمه stridor. لو تحت ده اسمه الاكسبيراتوري ستريدر اللي مش هنسميه ستريدر هنسميه ويز. ما بين البنين في المنطقه بتاعت التراكية ممكن يبقى انسبيراتوري بس ممكن يبقى اكسبيراتوري بس and it can be both inspiratory and expiratory which is called a biphasic stridor. this is not the scope of our lecture today. يبقى تاني كده الفرق ما بين snoring and stridor. snoring هي pathology بيبقى موجود في الحتة دي nose nasal cavity nasopharynx soft palate and oropharynx maximum بعد tongue base below the level of the tongue base and at the epiglottis and the laryngeal inlet and the larynx and the upper part of the trachea it becomes stridor. lower airway it's called wheezes. يبقى ده الاوريجين بتاع الصوت. تيجي بقى نخش في الموضوع بتاعنا. What is snoring? أنا عايز أقول sound. بس الساوند ده بيحصل نتيجة خد بالك نتيجة narrowing of the airway. narrowing. مش it is not due to obstruction of the airway. معلش أنا هشبهها وأنا الحقيقة بقول التشبيه ده أحيانا للمريض. أقول له إيه؟ لو أنا عندي هواء جامد جدا بره وأنت حضرتك فاتح الشباك. لو الشباك مفتوح قوي يعني لو الاير واي از توتالي بيتنت اوبند عمرك ما تسمع صوت للهواء. لو الشباك توتالي كلوزد يعني لو الاير واي توتالي كلوزد انت مش هيبقى فيه هواء داخل وخارج and there is no sound. انما ناروينج اللي هي المقصود بيها فتحت الشباك فتحه صغيره تسمعوا ايه؟ تسمعه بيصفر لانه داخل في مكان ضيق. يبقى نفس الايديا لو الاير واي ضيق في ناروينج هنا القصه بتاعت السنورنج تطلع. يبقى البني ادم اللي عنده كومبليت اير واي اوبستراكشن اللي هو كومبليت نيزل اوبستراكشن هي هاز نو سنورنج. انما اللي عنده جاست ناروينج اوف ذا اير واي هو ده اللي يطلع الساوند اللي اسمه سنورنج. طب لو انا اتكلمت على الاسترايدر مع انه برانا ما هو برضه الاسترايدر بيبقى مايلد مودريت سيدير طول ما في ايرواي. لكن لو الايرواي توتالي بلوكت ابني على طول وهي دي اللي احنا هنخش فيها. من اشهر الحاجات اللي بتعمل السنورنج فايبريشن اوف ذا سوفت باليت واحنا عارفين يعني ايه السوفت باليت ومكانه فين بالذات 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 during sleep ما هواش during awakeness وانا صاحي وعادي وماشي في حياتي مفيش حد اسمه snorer وهو صاحي. وان كان بعض الاطفال بيبقى عندهم صوت النفس عالي some sort of snoring وهو صاحي وماشي في حياته نتيجة الـ airway obstruction of the nose وهكلمكم عنه. امال يعني ايه كلمه ابنيا ولازم نعرف الابنيا وما هي علاقتها بالسنورنج. ابنيا is a complete stoppage or cessation of the respiration يعني there is no air way لا حاجه داخله ولا حاجه خارجه لمده معينه. يعني صحيح احنا واخدين الافريج بتاعها 10 seconds لكن it can be less 5 seconds 6 seconds بشرط والشرط ده مهم جدا 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 ان يبقى فيه محاولات علشان اخد النفس
بس ناتجه على ان الاير واي اوبستراكتد فمش عارف. طب هو احنا بنتنفس ازاي؟ معلش معلومه على جنب، يمكن يكون بعض الناس مش حاططها في مخه، احنا بناخد النفس ازاي؟ اوعى تنسى دي اكتف موفمنت فولنتري اوف ذا ريسبيراتوري تشست المسلز اند ذا diaphragm. This is the inspiration. وهي بتعمل sucking to the air inside. While expiration is a passive process بالelastic recoil اللي بيحصل ان ال chest يطلع الهواء passively without any effort. لكن ال inspiration is an effortful, it needs power, it needs negative pressure. واوعى تنسى ان بيبقى فيه نيجاتيف بريشر في كل الاير واي، علشان كده كل ما يبقى فيه اوبستراكشن كل ما انا محتاج نيجاتيف بريشر اكتر، عشان it can more sucking, it has a more sucking power of the air. علشان كده بتبان في السوبر سترنال intercostal and subcostal areas تلاقي فيها ريتراكشن لجوه. ليه؟ عشان النيجاتيف بريشر بيبقى فوردر مور باورفل تو ساك ذا اير انسايد. السنورنج بقى اللي عند الناس ات مايت ليد تو ان اوبستراكتد سليب ابنيا او تو الاي ابنيا ان جنرال، لان ليها انواع تانية هكلمك عنها كمان شويه. طيب ايه اللي يخلي الشخص عنده سنورنج اللي ممكن توصله لغاية sleep apnea؟ الحقيقة هنا في الحتة دي بقى فيها برضو اختلافات في الكونسبت، لانه مثال، وانا متأكد ان كلكم فكرتوا في هذا المثال او على الاقل المرضى بيقولوا لكم، تلاقي واحد عنده 40 سنة سنورر يجي يقول لك انا بشخر كل يوم بالليل فغالبا عندي لحمية في مناخير. هو ده كونسبت عند الناس. لا، هي ما هيش كده خالص. والحقيقة في فرق شاسع في التعامل ما بين البيدياتريك ايج جروب او ايفن نيونيتال ايج جروب and the adult age. في فرق شاسع ما بين الاثنين. By far the most common cause of snoring up to sleep apnea in infants and children is the nasopharyngeal adenoid. النيزوفرنجيال ادينويد دي حاجة مهمة جدا، معلش محتاجة اتكلم عنها سنة صغيرة، علشان انا عارف دكتور رامي صديقنا العزيز دكتور اطفال استاذنا، فاحنا في كونفليكت ما بيننا وما بين دكاترة الاطفال specific in this point. In general، هل في حاجة اسمها نيونيتال ادينويد؟ يس. بيتولد الطفل عنده في النيزو فارنكس بتاعه سي، لو انا شايف الاكس راي حاجة صغيرة هنا بنسميها نيونيتال ادينويد. ومعلش صحيح هو بره السكوب بتاعنا، بس محتاج اقول لك حتة باك جراوند عن الادينويد تيشو، which is a part of a lymphoid tissue موجود in this area which is called the Waldeyer's ring. الوالدايرز رينج دي عبارة عن collection of lymphoid tissue موجودة within the entry of the ear في النوز and in the oral cavity or the oropharynx. Say for example في آخر ال oral cavity soft palate, the tonsil, the tongue base, the pharyngeal wall, lateral and posterior pharyngeal wall and the nasopharynx. كل دي aggregation of lymphoid tissue، الغرض بتاعها هو protection of the airway. عشان كده حتى commonly لما بيحصل upper respiratory tract infection انت بتلاقي كل lymphoid tissue دي inflamed at the same time. من الصعب قوي تلاقي طفل عنده tonsillitis without adenoiditis. يبقى دي part من السيستم اللي ربنا خلقه لنا لما بيتولد فيه الطفل. Usually the nasopharyngeal neonatal adenoid حاجة صغيرة ما بتأثرش على الطفل،
ده الطبيعي بتاعها. انما سام تايمز يحصل لها نوع من انواع الهايبرتروفي even within the neonates within the infants. يعني بتكلم في شهر، شهر واثنين واثنين وثلاثة. الهايبرتروفي ده يأثر على الاير واي فوليوم، او نقول the circumference of the airway of the nasopharynx. طب ايه النتيجة؟ النتيجة انه يخلي الاير واي يصغر، وهو اصلا هو صغير، سكال والاير واي قد كده قد كده. دي يعني عايز اقول لك 4 5 مللي هايبرتروفي اوف ذا نيزوفرنجيال ادينويد دي يقلل له الاير واي كمان. طيب بنيجي هنا بقى، يحصل لنا الخلاف معانا ومع زمايلنا بتوع البيدياتريكس، لا نسيب الطفل. احنا نقول لا ما نسيبش الطفل، هما بيقولوا انتظر عليه، ما نعملوش حاجه خالص. لا احنا ما بنعملش كده، بس بنمشي clinical according to the situation. ودي حاجة أنا هقولها لك في الآخر مع المانجمنت. يبقى أنا محتاج أقول إن لا consider أوي أوي the symptoms of the infant. أنا مش بقول child، أنا بقول of the infant. consider symptom إنه عنده snoring ولا لأ، وقد إيه الساوند، لأن الساوند بيفرق معانا، لأن في علاقة parallel ما بين كل ما يزيد الأوبستراكشن كل ما يزيد the intensity of the sound. تلاقي الصوت بيعلى، واحنا كلنا فاهمين كده، في واحد بيشخر على بسيط في السرير، في واحد نسمعه من الشقة اللي جنبينا او من الشارع اللي جنبينا. تمام، تعالوا بقى ناخد example. بصوا كده على الفيديو ده، ده نيزل اندوسكوبي، داخلين بكاميرا بيبص، دي اخر النيزو فارينكس and this is the adenoid tissue. تاني كده اهو، بص نيزل سبتوم، نيزوفارينكس، الاستيشن تيوب، واهي لارج، وادي الاستيشن تيوب اهي، وادي الناحيه الثانيه الاستيشن تيوب بتاعت الناحيه الثانيه، ودي لارج لارج نيزوفرنجيال ماس which is called the adenoid. طب واحنا بنعرفها ازاي دي؟ ممكن بالطريقه ديت، بنيزل اندوسكوبي which is difficult شويه في الاطفال. هو نوع من ريجيد ميتال تيوب، وبندخله في المناخير، وليه سمك بتاع تقريبا 2.7 مليمتر. بيبقى ممكن بس ان اولدر تشيلدرن، يعني سنتين ثلاثه possibly، لو الطفل كمان يسيبك تفحصه ده بيبقى صعب. البديل بتاعه فلكسبل تيوب بلاستيك، عامله زي الابر جي اي تي اندوسكوبي، بقطر حوالي 1.9 مليمتر، وده اللي ممكن يخش لانه طري شويه، ومع ذلك الاطفال بيتعبونا فيه شويه، لكن possibly ان انا اشوف زي ده. عشان كده الحل البديل بتاعنا to detect القصه is the x-ray. ولو بصيت معايا على الاكس-راي، بص كده، ده النيزل كافيتي، ادي الاير واي، الاير واي من هنا، ده الاورال كافيتي اهو، ولو بصيت معايا هتلاقي الاير واي نازل 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 هنا عند التانج بيز تقريبا اهو، وهنا هينزل في الهايبوفارينكس، وبعدين ادي مكان الايبيجلوتس، اند ادي مكان اللارينجال اير واي اند التراكيال اير واي. طب فين بقى؟ ادي اللي اسمها سكال بيز الابيض ده، وكان المفروض يبقى الاير واي في النيزوفارينكس من هنا لهنا. لو خدت بالك سوفت تيشو شادو اهو اهو، انا بعلم لك عليه بالكيرسر، سوفت تيشو شادو obstructing the whole airway، لدرجة ان this child بياخد ال airway from this very narrow channel. بص قد ايه، this is a huge adenoid، وممكن الشايلد ده يبقى عنده 6 اشهر. وبالمناسبة احنا شفنا 6 اشهر و4 اشهر developed complications. تخيل حضرتك القصة دي، يبقى الموضوع ما فيهوش هزار. كل ده احنا بنتكلم على the most important cause of snoring which can lead to obstructive sleep apnea in infants and children. Next is this is an example بس على هيئة فوتو اهي، يمين وشمال للهيوج، وخد بال حضرتك ده لسه هنا في airway،
this is the floor of the nose. لسه في ايرواي الحقيقه ستيكشن تيوب، لكن احيانا بتبقى اوبستراكتنج اكتر من كده، وده كله مقفول توتالي. طيب نيكست كوز او نيكست كومن كوز از ذا تونسل. انا بتكلم لسه ان ذا تشيلدرن اور ذا بيدياتريك ايج جروب. التونسلز هنا في الحته دي ما بتكلمش على ذا تونسيلايتس خالص، انا مش بتكلم على ريكرنت انفكشن، انا بتكلم على the size of the tonsil. The size of the tonsil could be so large. احنا بنسميهم kissing tonsils reaching each other. وده بيعمل obstruction للairway and this is one of the causes of snoring alone even without the presence of adenoid tissue. خد بال حضرتك من دي. وده لدرجة ان ممكن child عنده 2 years عنده snoring and obstructive sleep apnea and you have to remove the adenoid and the tonsils so long ان عنده obstructive sleep apnea in this age. Yes, in this age and even younger than. يبقى انا بتكلم هنا في التونسلز على size. والحقيقة دي قصة بتبقى relative شوية، يعني احيانا ما يبقاش واضح الحكم عليها من الطبيب. هل ده السايز ده اب تو انه يعمل سليب ابنيا فنضطر ناخد ديسيجن بعمليه ولا لا؟ يعني دي فيها شويه قولان لان ممكن نختلف شويه فيها، لكن بنتكلم جنرال سبيكينج ذا مور ذا انكريز ان ذا سايز اوف ذا تونسل ذا مور تشانس نوت فور سنورينج نو اب تو اوبستراكتيف سليب ابنيا. ثالث حاجة مهمة جدا في الأطفال، يا نهار أبيض، allergic rhinitis. ياه، هي allergic rhinitis تعمل snoring؟ أيون. ليه بقى؟ in general allergic rhinitis دي معناها بيحصل some sort of congestion يعني edema within the mucosa of the nasal cavity in response to an allergy. نقول بقى أي حاجة، fume, dust, mite, climate, atmosphere, winter, whatever. مش دي قضيتي. أنا قضيتي إن ال congestion أو the edema within the mucosa of the nasal cavity it can narrow the airway. ما احنا قلنا narrowing of the airway can lead to snoring. الحقيقة من الصعب قوي ان هي توصل للمرحلة بتاعة السليب ابنيا، ان انا الاقي طفل عنده allergic rhinitis only فقط وتوصله، هو هتعمله snoring بس توصله لسليب ابنيا صعبة شوي. But it can be a contributing factor. يعني usually we see both adenoid and allergic rhinitis. عشان كده خد بال حضرتك من القصة دي. انا الطفل اللي ممكن يبقى عنده الاتنين بيشتكي من snoring، نيجي نقول الام والاب when he removes the adenoid he will improve by about 80%. ايه اللي will improve؟ snoring. لكن post operative there might be a little snoring due to allergic rhinitis. ولازم الاهل يبقوا فاهمين ان allergic rhinitis دي cannot be treated by surgery. This is a medical condition treated medically and needs a long term follow up وممكن الريزلتس ما تبقاش افضل حاجة. يعني يبقى allergic rhinitis لوحدها بتعمل كده، واحنا الحقيقة بنشوف اطفال عندهم allergic rhinitis very severely resistant to treatment. وممكن ما نسميهاش allergic rhinitis، نسميها vasomotor rhinitis اللي هم اسمهم non-allergic rhinitis. ومع ذلك التفرقة بينهم is out of the scope of this lecture، ولكن التارجت ان يبقى عارفين ان this child has a long term nasal congestion and rhinorrhea.
he needs a treatment whether this treatment is effective or not مش ده قضيتي دلوقتي، بس نبقى فاهمين ان دي نقطة من النقط المهمة. يبقى انا عايز اقول ان مش عشان الطفل is snorer معناها adenoid بس، adenoid or tonsils بس، we should consider the allergic process ان هي سبب لوحدها، وان كان usually they are combined the allergic rhinitis and the adenoid in causing snoring and the obstructive sleep apnea. اوكي تعالوا بقى نروح لحاجة تانية قليلة الحقيقة infrequent لكن بنشوفها، ألا وهي القصة بتاعت the receding mandible or the micrognathia. احنا بنشوفها الحقيقة ان المندبل لو قصير التنج بيز بيبقى كبير، ودي من الحاجات اللي بتضيق الاير واي عند الليفل اوف ذا لور بارت اوف ذا اوروفارينكس اند ذا ابر بارت اوف ذا هايبوفارينكس في البدايه بتاعت الحته دي، ودي حقيقه من الحاجات اللي رخمه جدا بتحتاج تدخلات جراحيه، وبيبقى فيها very difficult intubation for anesthesia، وليها ناس سبيشاليزد بيشتغلوا فيها على المندبل، وهتقول كلمتين عنهم في الاخر. انما الحقيقه حالات نادره ما هياش كتير، وبالتالي مش ده المين كونسيرن بتاعي. انا محتاج ان حضرتك تبقى فاهم الموست كومن كونديشنز اللي احنا محتاجين نعرفها زيها بالظبط، لان انتوا بتشوفوها كتير بقى. مين اللارينجو ماليشيا؟ اللارينجو ماليشيا هي بتعمل اصلا سترايدر نوت سنورينج. خد بالك حضرتك، نرجع للسلايد اللي قلناه في الاول، ان السنورينج اب تو ذا ليفل اوف ذا تونج بيز، تحتيه عند الهايبوفارينكس عند اللارينجال انلت ابيجلوتس لارينكس ات از كولد سترايدر. طب ما احنا ذاكرينها هنا ليه؟ لانه سيفير لارينجو ماليشيا can lead to obstructive sleep apnea. طيب what is laryngomalacia علشان اللي مش في دماغه؟ بص على الفيديو وهشرح لك. بص الطفل بيحصل له ايه؟ during inspiration there is sucking in of the laryngeal cartilage and mucosa up to complete obstruction of the airway. This is laryngomalacia. Weakness of the laryngeal cartilage and redundancy of the laryngeal mucosa in نتيجة during inspiration مع negative pressure اللي لسه قايلينه من شوية، يحصل complete obstruction للairway اللي هو هنسميه stridor. Stridor بتاع laryngomalacia بالمناسبة يعني هو برانا، لكن نبقى عارفين الفيو بتاعته كلمه صغيره. ديز ا كومن فايندينج في الاطفال، ا كومن فايندينج، واحنا الحقيقه بنعرفها بالصوت، بالصوت زي الطفل اللي انا سمعتكم صوته اللي عنده مايلد سترايدر في اول المحاضره، ممكن نرجع له. ا كومن فايندينج يعني ما تقلقش، وكمان ا كومن سيلف ليميتنج ديزيز، ما بنعملوش اي حاجه ايا كانت خالص. احنا مشكلتنا الاساسية فيه هي reassurance of the parents انه ما تقلقوش ده بيروح وبيروح لوحده. صحيح احنا عارفين ان سببه weakness في cartilage, deficiency of calcium, problems during pregnancy whatsoever. انما practically speaking بناس بتديله vitamin D، بيديله calcium، يقوله exposure to sun، اوكي كل الكلام ده حلو، لكن نبقى فاهمين the principal point it is a self-limiting disease it will disappear alone within نقول 1.5 year up to 2 years. يبقى ده محتاجك بس تبقى فاهم ان لو جالي طفل بأبنية قد تكون نتيجة severe laryngomalacia، مش laryngomalacia severe، وده مش بتاعنا النهارده. نروح لحاجة تانية برضو حضراتكم بتشوفوها كتير جدا، مونجولز.
المونجولز دول عندنا ليهم مشاكل كتيرة جدا جدا جدا، من ضمنها ماكروجنافيا، الطنج الكبير اللي بيبقى خارج من البق ومعاه، انا اسف، ماكروجلوس انلارجمنت اوف ذا تانج. التانج بيز كمان بيبقى كبير جدا، التونسلز بتبقى كبيره وممكن تبقى الادينويد كبيره. وفي اطفال الحقيقه ما بيبقوش عندهم المشاكل دي قوي، لكن الحقيقه احنا شفنا ناس مونجز كتيره جدا 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 عندهم البيكتشر دي. فالسنورنج عندهم باي تايم بيزيد، اللي ممكن يوصلهم لسليب ابنيا، زي ما هقول لك كمان شويه ازاي ده بيوصل لده. خد بال حضرتك بقى في حته المونجولز دي برضو، احنا بيبقى عندنا ايشوز، والايشوز دي بتبقى مشكله صغيره مع الانستيزيا، علشان الكونجنتال الاسوشيتد كونجنتال بروبلمز اللي ممكن تكون موجوده مع المونجولز اللي بتأثر شوية عند بتوع الأنستيزيا، محتاجين يبقى فيه تيم وورك، ده يبقى عارف ده يساعد ده. سيرجري في حد ذاتها ما هياش حاجة difficult في الحالة نفسها، ولكن مشكلة بتبقى أنستيزيا and post operative follow up. يبقى ده السبب اللي بعده، اللي تبقى فاهم إن المونجولز كده برضه هي يبقى أدينويد تونسل تانك. أدي الثلاث حاجات بتوع الأدينات بتوع المونجز. انا كل ده كنت بكلمك على ايه؟ على children. امال لو احنا رحنا بقى للادالتس، ده totally different disease، موضوع تاني خالص خالص خالص، ولازم نبقى مستوعبينه كويس عشان احنا هنقابل بقى اسرتنا، اهالينا، زمايلنا، ونتكلم في القصة دي، علشان الحقيقة ده موضوع في الكبار غير الأطفال. من أشهر الأسباب إن أدلس على الإطلاق اسمها redundant soft palate. soft palate ده في الناس الكبار هو السبب الرئيسي، شوف بقى مش الأدينوين، السبب الرئيسي للسنورينج، not for the sleep apnea. لكن sleep apnea بتحصل، هقول لك حالا ليه. يعني ايه redundant soft palate؟ يعني soft palate يبقى كبير اطول ويبقى flabby weak. تخيل كده معايا، تخيل بيبقى نايم على ظهره وبعدين soft palate. انا هوريك فيديو صغير بس عايزك تتخيل معايا الاول، سوفت بالات قاعد كده، الهواء يخش من النوز يعدي تحت السوفت بالات، تصيره ليه يعني، يعمل كده. انت متخيل القصه؟ علشان كده حتى الشخص ده لما ينام على جنبه بتلاقي السنورنج قل، ينام على ظهره تلاقي السنورنج زاد. وتبقى الكلام ده بيقوله الاسره او الناس المحيطه. تاني سبب في القصه هو اللارج تانج بيز. واللارج تانج بيز دي الحقيقه هنا في الناس الكبار بتبقى حاجه يعني نقول عليها في البلت ان ستراكشر بتاعته، قد يكون ليها اسباب كتيره مش هنتكلم فيها دلوقتي. اللي بعدها والمهمه هي الهيوج تونسلز. ايه ده، هم الكبار الادلز ممكن يكون عندهم هيوج تونسلز؟ ايوه. وبالمناسبة الحتة دي، هو ايه اللي يخلي التونسلز تكبر في الكبار in adults؟ هل الفريكونت او recurrent tonsillitis؟ الحقيقة ممكن، بس هو بصراحة احنا بنلاقيها developmental، يعني تركيبة الشخص ده كده، مع ان خد بال حضرتك مش كل واحد عنده huge tonsils هتلاقيه سنور. غريبة؟ غريبة even in children. وبالتالي مش عشان هم huge this is an indication for tonsillectomy، أطفال وكبار. لكن being huge in association with snoring or obstructive apnea موضوع
لكن هيوج without symptoms ده موضوع. الاوبيزيتي من اشهر الاسباب اللي عندنا في الكبار associated كمان with short neck. الدايبيتس مش السبب المباشر بس لما بتبقى الكومبينيشن دي مع بعضها. hypothyroidism is a very important issue and usually missed in diagnosis of sleep apnea لانه هو بيبقى موجود عند المريض وبيساعد المشكله ان هي تتطور بسرعه بتاعت السليب ابنيا وبيبقى مزد عند الدكاتره لكن a common condition بنشوفه كتير. في بقى حاجات اسمها temporary causes يعني تعمل سنورنج او لو عنده سنورنج تدخله في ابنيا لكن موجودة عند ناس ومش عند ناس وبالتالي تلاقي السيمتومز موجودة في اوقات ومش موجودة في اوقات. زي ايه بقى مثلا؟ زي الناس اللي عندها نيزل اوبستراكشن في الكبار ودي ليها حاجات كتير. زي مثلا عنده نيزل بوليبس ودي غير الادينويد. اليرجيك رينيتس انا هوريك شوية حاجات كده. عنده مثلا بعد الشر تيومرز يبقى نزل كرونيك اليرجيك رينيتس ودي طبعا اوتسايد السكوب بتاعنا. في ناس فريكوينت يوزرز لنيزل دي كونجستنس عارفين اللي هم مش لازم نقول اسمائهم زي زايلوميتازولينز والحاجات الاخرى الثانيه من كتر ما مناخيره مسدوده فينام بالليل سنورنج 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 لو ما حطش النيزل دروبس. الريفلكس بقى جاسترو سوفجير ريفلكس ده يعني في الانف والاذن حاجه مش عايز اقول لكم قد ايه فريكوينت وقد ايه بنشوفها لدرجه ان تقريبا مفيش مريض في عياده الانف والاذن ما عندوش ريفلكس. طب ما هو علاقه الريفلكس باللي احنا بنحكيه السنورنج اند سليب ابنيا؟ لا ده ليه علاقه وعلاقه وطيده لان الريفلكس من الحاجات اللي ايه سيمتوماتيك عند ناس كتير ما تعملش هارت تيرن يعني ولا بجاستريك بين ولا اي حاجه من الحاجات دي لكن بتعمل كرونيك فارينجايتس ايديما within the oral pharynx narrowing of the airway. تدخل العيان ده في recurrent snoring ولو هو heavy snorer من زمان up to sleep apnea. من الحاجات المهمة اللي أكيد كلنا عانينا منها هي الإرهاق زوشن. ما بيدخلش البني آدم في أبنيا ولكن في ناس كتيرة تسمع الشكوى كده هو الشخص مرهق جدا روح البيت النهاردة نام سنورر 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 فيقول لك إيه أنا بشخر لما ببقى تعبان ومرهق. لكن sometimes لو هو سنورر اصلا جامد هيفي ومع الاكزوشن لا ده يدخله في ابنك اتاكس. دي نقطه مهمه جدا ولازم نبقى واعيين لها قوي علشان دي حاجه هنقولها في الاخر. the patient should change his lifestyle بالطريقه دي ده مهم جدا جدا. الايج السن الكبير بتاعنا بيعمل كده ازاي يعني كل واحد يكبر بيشخر انت تقريبا هتلاقينا كل الناس الكبار عندهم كده لان الـ aging process is associated usually with weakness of the pharyngeal muscles soft palate وكده زي ما هقول لك حالا in the mechanism of the sleep apnea. weakness اللي بيحصل in general muscles and specifically in the oropharyngeal muscles ده اللي بيساعد السنورنج with age. من اكتر الحاجات ده اللي بتعملها الدكاترة على الاطلاق انه يروح ما كلش طول اليوم ياكل وينام. من اكتر الحاجات اللي تعمل سنورج ولو هو هيفي سنورر تدخله في السليب ابنيا ودي نقطة مهمة لازم نقولها للناس. طبعا انا مش هتكلم كتير على الحتة بتاعت alcohols and sedatives ولكن
لان هي مش كتيره قوي، لكن نقدر نقول ان one of the part and it should be asked in every patient do you drink alcohol do you receive sedatives، لانه الناس بتاخد الحاجات دي كتير، في ما بيعرفش ينام فبياخد حاجات هيبنوتكس قبل ما ينام كتير، ودي من اللي بتعمل weakness of the muscles زي ما هقول لكم. فتقريبا الريفلكس، exhaustion، aging، meals and sedatives كلهم بيشاركوا في نفس الايديا weakness of the muscles of the soft palate بالذات and the tongue base which could lead to obstructive apnea even or even if sorry لو كان العيان previously heavy snore. تعالوا بقى ناخد الاكزامبلز. بص كده مثلا ده شايف سوري شايف اليوفيلا so large even the tip is reaching the tongue base، وادي هنا الحته بتاعت بقيه السوفت باليت اهي واهي، وبالتالي انت مجرد ما بتفتح بق العيان واشوف this large lax redundant soft palate، لو العيان ما قاليش انا هساله، هو ممكن يكون جاي يقول لي انا ودني بتوجعني مثلا، فئات الانف واذن يعني مناخيري مسدوده حبتين، هو ما جابش سيره السنورنج، اقول له بعد اذن حضرتك هو انت بتطلع صوت وانت نايم بالليل؟ شخير يعني يا دكتور؟ قال له اه شخير يعني، يقول لي اه طبعا. طب اخباره ايه؟ جامد جدا. طب ما انت حضرتك ما بتقولش يعني؟ انا متعود. فهو ما بيسالش على القصه ده، ممكن العيان ده، ده مش ممكن، ده 100% العيان ده بيخش ان ابنك اتاكس افري داي وهو مش دريان وما بيسالش. وعشان كده المحاضره بتاعت النهارده او الموضوع بتاعها لما عرضته على الدكتور رامي قال لي ده جميل جدا. ليه؟ لانه هو غايب عننا تماما، وزي ما هقول لك بيعمل كومبليكيشنز كتير والمريض مش واخد باله، والناس ان هاي ريسك الدكتور لازم يساله ولازم يعرف، لانه قدام عينه عنده واحد اتنين تلاته كرايتيريا مليون في الميه اللي عنده بيحصل له كذا كذا، بس ما بيشتكيش لانه مش فاهم، لانه مش واعي. ما ينفعش ابقى انا كمان كطبيب ابقى مش فاهم واعي، لازم ادله اقول له افهمه اعمل واحد اتنين تلاته زي ما هقول لك. التانج بيز نفس الكلام، ودي بتبقى كونفجريشن بتاعت بني ادم. اللينجوال تونسلز ودول اجريجيشن اوف لينفويد تيشو ات ذا تانج بيز، بيحصل لها انفكشن وذ ذا تونسل وذ ذا تونسلايتس، احيانا بتبقى كبيره قوي ان تعمل كده، بس دي حالات نادره جدا ان تلاقي البني ادم التانج بيز عنده كبير، not because of the tongue itself but because of the lingual tonsils اللي هي اسمها ايه؟ اللي هي lymphoid tissue within the tongue base recurrently inflamed up to تكبر تبقى عامله له ماس كبيره في اخر التانج بيز. ودي الحقيقه لما بنلاقيها لازم طبعا نتعامل معاها، دي ملهاش حل، بيحصل لها ريكرنت انفكشن مع الناس الكبار. طيب تعال نشوف اكزامبل كمان لواحد عنده ايه بقى. ده عنده كمان زي ما قلنا في الاطفال هيوج تونسلز وكمان سوفت بالات. بص اكزامبل كده، شوف معايا الشخص ده، دي كده اليوفيولا اهي، بص التونسلز عاملين ازاي، لازقين في بعض ازاي عند التانج بيز. الراجل ده سنورر، ده مليون في المية هيفي سنورر. طب الراجل ده بيخش في ابنك اتاكس، مليون في المية حتى لو ما قالش او ما يعرفش، ملهاش حل، لان هو فين الاير واي اللي عند الراجل ده. طبعا انا جايب لك الحالة سيفير شوية عشان بس تبقى حضرتك عامل ايه يعني، متخيل معايا الصورة، انما في اقل من كده طبعا وفي اكتر من كده. الهدف ان انا when I examining a patient and I find something like this I should put an important point to the patient I should alert him you should seek the specialist in this case. ايه؟ نعمل واحد اتنين تلاته، لكن ما سيبوش. الكلام ده ممكن يبقى في طفل عنده 12 15 سنه ويبقى اوبيز ويبقى شورت نيك ويبقى يعني الكلام اللي انا بكلمه ان ادلتس، هو بس عشان نفرق،
لكن ممكن يبقى بنفس الكلام ان تشايلد الايدج بتاعه ما هوش 2 3 years، لكن ممكن يبقى 10 12 14 years. ده الشكل. احيانا القصه بتبقى temporary في واحد زي ده. ليه؟ هو التونسلز كبيره بس هو ما عندوش حاجه وما عندوش symptoms. وانس حصل له acute tonsillitis severe edema and pus resulting is snoring up to apnea. بص كده المنظر ده، شايف التونسلز عاملين ازاي من follicular tonsillitis and the soft palate. يعني ممكن الراجل ده يكون عادي ما عندوش مشاكل، لكن لما حصل له الانفلاميشن وصل للمرحله دي، طب الراجل ده او الشخص ده نعمل له ايه؟ لا ده مجرد ما يخف هيشيلهم، هيشيلهم عشان الفريكوينت تونسيلايتس او لا مش قضيتي، لان الراجل ده بيخش في سنورنج وابنك اتاكس لما بيجي له الانفكشن ده، وهتعمل له كومبليكيشنز برضه، وده مش الايشو بتاعي انا، بس محتاج حضرتك تبقى متخيل البيكتشر بتاعت السنورنج اند ذا سليب ابني. تعالوا نروح لحاجه تانية زي ايه؟ احنا قلنا لو عنده نيزل اوبستراكشن من حاجات اللي بتعمل سنورنج النوز، صعبه توصل لاوبستراكتيف ابنيه زي الالرجيك راينيتس ان تشيلدرن، صعبه، ولكن it could be associated with the soft palate. فاكر وقلنا ايه في الاول خالص؟ ان من اكتر الحاجات هو redundant soft palate، لكن النيزل اوبستراكشن يعمل سنورنج، والسنورنج باي تايم ياثر على السوفت بالات زي ما هقول لك حالا. تعالوا كده نشوف مثلا الشخص ده عنده ايه. عنده allergic rhinitis recurrent severe prolonged time developed he developed what nasal polyps. This is the inferior turbinate and the septum and these are nasal polyps. بص مليان مليان نوز. بياخد نفسه منين الشخص ده؟ بص الناحية عاملة ازاي؟ This is below the polyp. Complete obstruction تقريبا. هو مش complete قوي. هو 90%. يعني ممكن الراجل ده ما يبقاش عنده airway في مناخيره. هتقولي طب ما احنا لسه قايلين انه المناخير مقفولة تماما، هيبقى ما عندوش snoring. تخيل الشخص ده ممكن ما يبقاش snore لو حصل له complete obstruction، بس هيبقى mouth breather. هياخد نفسه منين؟ لو معاه بقى associated مشاكل in the oropharynx or the palate 100% will develop snoring. لا تعالوا نخش بقى على اللي بعده. ده example تاني لواحد عنده severe allergic rhinitis up to enlargement of the inferior turbinate up to total obstruction. And usually those patients are habitual users of the nasal decongestant. تعالوا نبص. inferior turbinate nasal septum severely deviated on the left side. ده يبقى عنده ايه؟ nasal obstruction. وبالمناسبة حتة برضو outside the scope بس مهمة عشان نبقى فاهمينها، في ناس كتيرة habitual users of the nasal decongestant زي الميتازولين وما شابهه. يعني طب هو بيستعملها ليه؟ مناخيره مسدودة، وده انا بقولها لحضراتكم علشان ناخد بالنا ان احنا ما بنحبش نستخدمها قوي. لو فرضنا ان حضراتكم بيدياتريكس او حتى ايفن لو كنتوا راينولوجيست ناخد بالنا من القصه. النيزل دي كونجستنت بتعمل عيب رخم جدا جدا جدا، هي ساحره. يعني وانس العيان حطها بيحس باير واي جميل، وفعلا العيان اللي عنده نيزل اوبستراكشن هيز نوت اكاستمد تو يوز هيز ماوث،
هو بياخد من اخيره، من اخيره دايما الايرواي اتسدت مش عارف يتنفس، روح حاطط النيزل دروبس. النيزل دروبس هتشتغل فور اوايل، ساعه اتنين خمسه عشره، بيحصل بعدها what is called a rebound phenomenon. Once the effect of the decongestant disappeared on the nasal mucosa becomes congested again. وبالتالي nasal obstruction again. وبالتالي المريض يعمل ايه؟ هيحط nasal decongestant تاني. يبتدي في الفترات الأولانية مرة في اليوم، then twice، then three times، 10 تايمز، لدرجه ان المريض بيبقى ماشي بالقطره دي في جيبه، في المكتب، في العربيه، وجنب السرير، واتيفر. ولو مناخيره اتسدت بيبقى تعبان جدا، وبيروح الصيدليه يشتري بالباكتس، باكتس يعني يشتري له باكت فيها 20 25 واحده، هو خلاص متعايش عليه. طب ما هو ده المفروض يعمل ايه؟ لا، ده كان لازم من الاول ما يستخدمهاش، او يستخدمها في روايل يومين ثلاثه، او نروح للسبيشاليست اللي يقول له لو سمحت استخدامها الكتير غلط، بنستبدلها بالانتي هيستامينكس اند لوكال كورتيكوستيرويدز. وبالتالي لو سمحتم ادفايس، اذا هنستخدم ذا نيزل دي كونجستنت ان ادلتس اور تشيلدرن، بليز جاست فور 2 3 دايز ماكسيمم. احيانا في حالات نادره ممكن نطول شويه، بس ذيس از ذا اكسبشن. يبقى لازم نحطها في مخنا كده ان دي ما تبقاش اليوجوال بتاعنا، لان في اطفال لقيناهم بيستعملوا نفس الكلام. اطفال دي يعني مش لازم يكون سنتين ثلاثه، لكن ممكن يبقى 10 12 15 سنه. تعالوا نروح لحاجه تانية، الاوبيز والشورت نيك والهايبوثيرويدزم. زي هذا الشخص مثلا، هي فين رقبته؟ ما عندوش رقبه تقريبا، تخيل حضرتك. وبالتالي الناس دي سنورر، ده مليون في المية هيفي سنورز. ممكن تقول لي هو احيانا ما بيبقاش فيه اكسبشن ان واحد اوبيز وما يبقاش عنده سنورينج؟ اقول لك طبعا وارد، لانه هو ما هوش وان فاكتور ان كل الاوبيز سنورز، لا مش شرط طبعا. لكن لما يبقى اوبيز وعنده تانجيبس كبيره، ويبقى شورت نيك وريدندنت سوفت بالت، يبقى الفاكتورز لما بتتجمع على بعضها تعمل كده. لكن اتليست ان انا لما الاقي واحد اوبيز هساله، هو انت سنورر؟ يقول لي اه. اقول له طب احيانا تخش في ابنيا؟ هيقول لي اه. اقول له لا ده خطر. طب ما هو اللي هيقول، لا مش هو اللي هيقول زي ما هقول لك حالا، بس اتليست بعمل سيرفي، بسأل المريض في كذا ولا ما فيش كذا، مضايقك ولا مش مضايقك، وهلم جرى. تمام كده؟ ماشي. نخش بقى على الحتة اللي بعدها، هو ايه هي الميكانيزم بتاعة القصة؟ احنا تقريبا اتكلمنا في السنورنج انه as a mechanism هو narrowing of the airway. انما ايه الاوبستراكتيف سليب ابنيا بقى دي اللي عمالين نقولها؟ السنورنج نارونج اوف ذا اير واي، لكن ابنيا كومبليت اوبستراكشن اوف ذا اير واي، وبالتالي مفيش هواء لا داخل ولا خارج، فمفيش ريسبيريشن، بشرط ان في اكتيف موفمنت بتحصل من التشست. فقلنا ات از نارونج نوت كومبليت اوبستراكشن. وتملي تملي تملي تزيد بالليل، وده بالسبب الرئيسي بتاعها البارا سيمباثيتك اكتيفيتي، اللي هي يعني نقصد بيها بتساعد على مور ريلاكسيشن اوف ذا فارينجيال اند ذا بلاتال ماسلز، اللي احنا قلنا الطبيعي بتاعنا كلنا بيحصل لنا شويه ويكنس بسيط واحنا نايمين علشان الباراسمباثيتك اكتيفيتي، لكن تزيد بقى لما يبقى العيان اكزوستد واكل ونايم وعنده ريفلكس اند سو اون. محتاج اقول لك كلمه صغيره قبل ما اقول لك السيركل دي، محتاجك تبقى فاهمها كويس. احنا عندنا في الحته بتاعه السوفت باليت اند فرينجل اير واي تو ماسلز
acting opposing to each other. Muscles بتضيق ال airway ودول بيعملوا constriction وده يزيد مع النيجاتيف النيجاتيف بريشر بتاع ال inspiration. And there is counteracting muscles to dilate the airway علشان ما يقفلش. يبقى اليوجوال بتاعنا كلنا عندنا بالانس ما بين dilators and constrictors muscles within الحته بتاعه دي soft palate. دي بالذات دي مهمه ان احنا نبقى فاهمينها علشان كده احنا ما بيحصلناش ابنيه واحنا نايمين كلنا خالص اصلا. يعني الابنيه تحصل لما تبدا الدايليتورز دي تضعف 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 مش قادره تقف قصاد المسلز الثانيه بتاعه الكونستراكتورز. فالقصه بتبتدي بان انا دخلت انام نايم نايم نايم. اول ما يبدا الباراسيمباثيك يدوس شويه صغيرين نبدا مرحله السنورنج. الاير واي ضيق شويه حبه حبه نخش في الديب سليب وهو الديب سليب الاساسا اللي فيه مشكله. دخلنا في الديب سليب المسلز بتبقى مور اند مور ويك ان هي مسلز دايليتورز مسلز فيبدا العيان يحصل له اير واي اوبستراكشن اللي هي المسلز الكونستريكتورز قفلت الدايليتورز مش قادره تشتغل تكون النتيجه ان الاير واي يقفل اللي اسمها ابنيا. ابنيا شويه صغيرين الاكسجين يقل هايبوكسيا كربون دايكسيد يزيد والكربون دايكسيد للي ما يعرفش the strongest brain arousal factor يعلى لليمت معين يعمل برين اراوزل. اراوزل دي مش يصحى من النوم. اراوزل دي يخرجه من الديب سليب لللايت سليب. تبدا الدايليتورز ماسلز تبدا تشتغل تاني فتفتح الاير واي شويه يحصل له ايه؟ يرجع من الديب سليب لللايت سليب ومن الابنيا للسنورينج. فهتلاقي تملي. البيت بورتنر هو اللي بياخد باله من القصة دي. العيان is totally unaware of the condition. خد بالك من دي. ولا ياخد باله تماما. لان العيان اللي بيصحى مخنوق ده موضوع تاني هقولك عليه حالا. تاني كده يبقى دخل ينام شوية يشخر شوية بيخش في الديب سليب ودي النقطة المهمة. سنورنج يزيد الدايليتورز تضعف زيادة الكونستريكتورز تقفل الاير واي نخش في ابنيا ثانية اتنين خمسة على سكند التنث سكند يبدأ الهاي اكيميليشن اوف دي كربون دايكسايد الهايبركابنيا تعمل برين ستيميليشن. اصحى خد بالك يخرج من الديب سليب لللايت سليب تبدا الدايليتورز تشتغل شويه تاني تفتح الايروي حبه حبه فيرجع يشخر تاني. فتقول لك الزوجه بيشخر 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 وفجاه يا دكتور بيقف لدرجه انا بفتكره مات. تروح تحركه تقول له قوم يا سيد اكنها بتعمل ايه بتفوقه سنه. هو ما صحيش من النوم بس هو يعني حصل له شويه ستيميوليشن فيفوق سنه ويتقلب من على ظهره اللي هي بتبقى اكتر زي ما قلنا من شويه لعلى جنبه فيبدا الابنيه تختفي بس يرجع يشخر تاني. بس بالنسبه للبيد بورتنر هو عايش ما ماتش. دي ميكانيزم مهم جدا. تعال نشوفها كديمو على الفيديو ده. بص كده بيقول ايه. ادي ايرواي سوفت بالات تانج بيز الهواء داخل داخل خارج فراح يعني سنورر شوية التانج بيز قفل سوفت بالات قفلت هتبدأ تفتح تقفل شوية قفل لما قفل مفيش اير واي
هنفضل ثانية اتنين تلاتة أربعة خمسة يعاني 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 sudden opening of the airway، فيرجع سنورر مرة تانية. الفترة اللي كان بيعاني فيها دي اللي بيحصل فيها accumulation للكربون دايوكسيد and hypoxia. خد بال حضرتك بقى، كلمة hypoxia دي هي مربط الفرس في الكومبليكيشنز اللي هقول لك عنها كمان شوية. لأن الشخص ده هيحصل له الكلام ده مرة، later on بقوا اتنين، بعدين بقوا خمسة، خمسة اللي هو ايه؟ during sleep، واحنا بناخدها ب average ب 7 hours sleep، ده المقياس بتاعنا. بقوا 10، بقوا 20، بقوا 50 مرة وهو نايم، بقوا 100 مرة وهو نايم. ياه، يعني ممكن يحصل attacks of apnea 100 مرة during 7 hours sleep، يعني كل ساعة بيحصل له 10 15 مرة. أيوة، وده in a severe condition. طيب ده معناها إيه؟ معناها إن الشخص ده كل يوم بقاله شهر واتنين وستة وسنة بيحصل له apneic attacks، يعني هايبوكسيا بقاله فترة. this is called chronic hypoxia. وchronic hypoxia دي تبدأ تعمل الكومبليكيشنز اللي هنقولها. طب هو العيان سكت على نفسه كل ده ليه؟ مش عارف، لا الطفل أهله عارفين ولا العيان فاهم كده، وكان بيسكيب ده حتى من الفيزيشن أو الفاميلي دكتور بتاعه، أو حتى ايفن لو راح لدكتور لسبب او لاخر ما نورلوش، ما عملوش اللايتنج، قال له انت لازم تزور حد يبص على القصه دي. عشان كده الموضوع ده الحقيقه انا من وجهه نظري شايف ان شود بي اويرد لكل الدكتور بصراحه، يعني مش حد محدد، يعني علشان زي انت بتدله، زي ما تلاقي واحد كده مثلا عنده ابسس في ايده، مش معقوله الدكتور هو جاي لك عشان عينه ورجلي راسه، فانت لقيت في ايده ابسس، انت مش هتقول له لو سمحت انت بتعمل ايه في الابسس؟ قال له ولا حاجه يا دكتور. قال له ازاي؟ لازم تروح عند الدكتور وتفتح له، لان ممكن يعمل لك كومبليكيشن. هي نفس الفكره، مع ان مش شغلانتك، انت ممكن تكون بتاع بطنه، بتاع عينين، بتاع اندرولوجي، بتاع وات ايفر، بتاع عظم، لكن هتقول له في الاخر لازم تعمل كذا لانك شفت. فالعيانين دول it should they should be monitored should be diagnosed early علشان نساعدهم. وهي القصه دي فعلا مش واخدين بالنا منها في حتت كتيره قوي، ناس كتير. بنقيس بقى عدد الابنك اتاكس بحاجه اسمها ابنيا اندكس، وبالمناسبه عشان لو سمعتها في حته انا مفوتها، احيانا نسميها هايبوبنيا. كلمه هايبوبنيا it is a no and it is not total apnea، يعني total stoppage، لكن هي الايروي قال لي قوي قوي، فما هوش مفتوح وما هوش مقفول، فما علينا منها يعني. انما بنعدها عددها per 7 hour sleep. واللي عنده القصه سيفير ده اللي فوق 30. انت لسه قايل لي ده ممكن توصل ل 100؟ ايوه والله توصل ل 100، يعني حاجات بتبقى فظيعه. يعني هو ما بيلحقش ينام، هو بينام ويفوق وينام ويفوق. خد بالك ان الريست بتاعنا نحسه لما نخش في الديب سليب، ولو حد عنده ساعه وبيمونيتور السليب بتاعه هيعرف ان الافريج بتاع 2 to 2.5 or 3 hours deep sleep during night دي من الحاجات الاوبتيمم اللي تخلي العيان ده مرتاح. العيان دول ما بيخشوش في ديب سليب لان هو بيخش من هنا ويفوق من هنا، يخش من هنا ويفوق من هنا. عندنا بقى نوع تاني من الابنيا ما بيبقاش ناتج عن الاوبستراكشن اوف ذا اير واي، لكن ناتج عن مشكله سنترال، وده اللي احنا بنسميه سنترال سليب ابنيا. والفرق هنا الاساسي الجوهري لازم تبقى فاهمه، ان في السنترال سنترال بروبلم ان شست سنت ان ريسبيراتو سنتر اور وات ايفر، ذير از نو ترايل فور ان اكتيف موفمنت اوف ذا تشست ماسل تو ساك ذا اير انسايد. ده الفرق. والحقيقه احنا بنحتاج نفرق، لان ده موضوع تاني خالص، ده السنترال سليب ابنيا ده اوت اوف ذا سكوب تماما بتاعنا النهارده، لكن نبقى فاهمينه عشان نعرف ان في انفستيجيشن فيري امبورتنت لازم نعمله ضروري وحتما ولا بد،
واحده من التارجتس بتاعت الانفستيجيشن دي ان افرق is it obstructive ده علاجه عندي is it central this is neurological case or even mixed or both ودي حاجه مهمه بس this is outside the scope. وصلنا كده بقى دلوقتي للحته بتاعت symptoms واحنا تقريبا قلنا حاجات كتيره جدا فيها في النص بس محتاج ازود لك شويه حاجات صغيرين كده. هو في حاجه غير السنورنج يعني؟ يبقى symptoms in adult بالاساس snoring ولازم احنا نبقى فاهمين القصه دي. Sometimes the snoring يبقى associated with witnessed apnea. يعني ايه؟ يعني حد هيشوف الشخص دخل في ابني وده البيت بارتنر يعني الزوج مع زوجته او الزوجه مع زوجها او الاب والام مع الطفل اذا كان بينام جنبهم لانه كمان في اطفال لو بتنام لوحدها في اوضه لوحدها ممكن ما حدش ياخد باله او الكير جيفر ان جنرال لو ممكن ياخد باله. ويتنس ذا ابنيا دي من الحاجات المهمه اللي نشوفها انا اسف اللي نسال عليها. بس اسال عليها مين بقى؟ لما يجي لي الشخص ومعاه زوجته او جوزها هقول اسالهم هو بيشخر بالليل؟ طب هو ممكن بالليل وهو بيشخر يقطع النفس ثواني ويرجع؟ يا دكتور احيانا بيصحى وبخاف عليه وبزقه عشان يفوق. من الحاجات المهمه الثانيه انه الشخص باثناء الديلي اكتيفيتيز الكونسنتريشن بتاعته تبقى قليله مش مركز بالذات المحاسب اللي بيقعد يكتب ارقام بيحس ان هو تعبان في حاجات كتيره مش قادر يفتكرها مش مستوعبها. ده كمان ممكن يقول لك انا ببقى بنعس كتير بالنهار بنعس قعدت في مواصلات بنام قعدت على كرسي في بنك بنام من كتر ما هو ايه بقى خد بال حضرتك من دي ان اللي ما بيخشش في الديب سليب يبقى اكنه ما نامش. فالشخص ده مع انه نام 7 8 ساعات لا هو في حقيقه الامر ما نامش جسمه ما ارتاحش لانه ما دخلش في الديب سليب. وخد بالك دي نقطه مهمه جدا. طب ما دخلش في الديب سليب يعني ما نامش امبارح الاسبوع اللي فات الشهر اللي فات السنه اللي فاتت دي اسمها ايه بقى؟ اسمها lack of sleep ما بينامش. وبالتالي during the daytime بقى العيان ده سليبي بتلاقيه قاعد على كرسي في اي حته بيعمل كده اتفرج على التلفزيون راسه راحت مسقطه على طول. دي من الحاجات المهمه جدا اللي هي عامله زي الشخص الاكزوستد تعبان جدا جدا في اي حته بينام. بس ده عشان اكزوستد في مره اتنين تلاته انما الشخص ده بقت هيز ديلي لايف بهذه الطريقه قاعد على مكتب بينام. القصه احيانا تبقى اسوسييتد ويز irritability hypertension and decreased libido ويعني outside of the scope بتاعنا لكن at least ان احنا بقى فاهمينها ان ممكن القصة توصل ان تعمل cardiac complications. انا هقول لك عليها حالا. واحدة منهم الهايبرتنشن. في الاطفال بقى السيمتومز مختلفة شوية. snoring لكن بقى اللي معاها مهم جدا 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 هل هو ماوث بريذر ولا لا؟ تفرق معانا جدا في الاطفال لان القصه دي بنحكم عليها بحاجات كتير بالذات في التدخلات الجراحيه. هل هو ماوث بريذر ولا مش ماوث بريذر؟ وبقاله قد ايه ماوث بريذر؟ بالمناسبه infants and children are obligatory nasal breathers. ربنا خالقهم ياخدوا نفسهم من مناخيرهم. علشان كده اللي بيتولد عنده bilateral congenital problem with his nose اللي اسمها choanal atresia complete obstruction الطفل ده عنده مشكلة ان هو لسه مش مستوعب انه يفتح بقه وياخد نفسه من بقه لان هو اسمه ايه obligatory nasal breather. by time لو الطفل ده كان ماشي نفسه حلو من مناخيره developed allergic rhinitis or adenoid
يبدأ جرادولي بياخد باله انه مناخيره مسدودة فبيفتح بقه سبكونشسلي طبعا، فتلاقيه بقى ماوث بريذر لانه مش عارف ياخد نفسه كويس من مناخيره، فالهواء يخش جزء من مناخيره وجزء من بقه فيبدأ يعمل القصة دي. انا بقولها ليه؟ لان دي من الحاجات اللي لازم نسأل فيها الاب والام، هو الولد بالليل وهو نايم بيشخر؟ لا يا دكتور ما بيشخر، اصل نفسه عالي احيانا. طب بلاش دي، هو نايم بالليل بياخد نفسه من بقه ولا مناخيره؟ والله يا دكتور لا من بقه غالبا، يبقى عنده نيزل اوبستراكشن، يبقى هما مش مستوعبين مش فاهمين القصه، هو بيديناي حاجه ماشي، قد يكون ما بيطلعش صوت، لكن طالما هو ماوث بريذر ودي شغلانه بتاثر على حاجات كتيره منها الدنتال ديفلوبمنت ومنها حاجات مختلفه. ويتنس ده ابنيا ممكن تحصل برضو من الاب او الام، والسليب ديبريفيشن بنفس فكره الادلت بس بقى في المدرسه، بقى بينام في المدرسه مش مركز في الدروس علشان كده بيتاخر الطفل ده في المدرسه. طب هو ممكن الموضوع يبقى فعلا كتير لدرجه انه هم مش واخدين بالهم من القصه كأب وأم؟ ايوه، تبقى جامده جدا ومش واخدين بالهم ومش عارفين المشكله فين، لدرجه في بعض الاطباء الاطفال بتوع بيدياتريك يعني بياخدوا بالهم ان النكتورنال انيوريسس من الحاجات اللي هي تعتبر سيمتومز اوف obstructive سليب ابنيا. بس في الحته دي بالذات محتاج اخرج بره الموضوع سنه للزملاء الدكاتره بتوع بيدياتريكس لو موجودين، لانه مش كل طفل عنده نكتورنال انيوريسس، وعملنا له اكس راي ولقينا عنده دينايد، يبقى الطفل ده عنده obstructive ابنيا وان الادينويد دي سببها and it should be removed. لا، لانه عشان يحصل nocturnal enuresis احنا محتاجين chronic process of hypoxia ويكون عنده ابنيا وبقالها فتره، انما snoring بس without ابنيا it does not lead to nocturnal enuresis. دي نقطة مهمة جدا علشان خاطر المريض هقول له ان if the adenoid is indicated for surgery it would not alleviate the nocturnal enuresis خالص. لازم يكون الطفل عشان يحصل له enuresis ان يكون عنده chronic apnea بقاله فترة say 6 months apnea مش snoring بس. الاطفال الصغيرين بقى اللي هم النيونيتس الرضع، ده احنا عندنا مشكله كبيره جدا جدا بنواجهها، احنا بنحاول نفهمها لهم. الحقيقه في الحته دي بالذات مش عارف زمايلنا بتوع الاطفال بيعملوا ايه، بس هقول لك اتليست بتوع الانف واذن بينصحوا بايه، لانه الطفل وزنه ما بيزيدش فعلا. ما هو ليه الطفل عشان اوبليجات الطفل، انا اقصد بي انفنت عشان نبقى واضحين، بس اللي بيرضع لاكتيتنج اللي هو لغايه سن سنتين هو اوبليجاتوري نيزل بريذر، لما بتبقى سي ببرونه في بقه هو بياخد الببرونه في بقه اهي، ياخد النفس بيتوقف البلع عشان الايروي يفتح، ذن يوقف النفس والببرونه في بقه فياخد يشفط شوية لبن، وبعدين وهي في بقه ياخد النفس وبعدين يشفط شوية، ياخد النفس ويشفط شوية، والبروسيس ماشية. الأطفال اللي عندها نيزل أوبستراكشن دول عندهم مشكلة كبيرة، هو مش قادر يتنفس ويرضع at the same time، يضطر يعمل إيه بقى؟ ياخد بق مش عارف يتنفس فيسيب الببرونة ياخد نفسه وبعدين يرجع تاني وبعدين يرجع تالت وهلم جرة. لو كانت الام اليوجوال بتاعها بترضع الطفل من تلت ساعة لنص ساعة سي يعني، انا مش عارف تفاصيل عشان ده مش شغلانتي انا اكتر، الطفل ده علشان ياخد نفس الاماونت اوف ميلك مثلا بتاعة الرضاعة بتاعته عايزه ساعتين،
علشان يبدا يسيبه يرضع يسيبه يرضع. الحقيقه انا شخصيا بفهم الام كده لغايه لما نحل المشكله وتفر، ان لو سمحتي اديله تشانس، ومعلش انت كأم تحملي اقعدي ساعتين في الرضعايه الواحده، بس لازم الطفل يرضع كويس ويشبع تو جين ويت، لانه دي من الحاجات الرئيسيه النيزل اوبستراكشن اللي بتاثر على القصه. انا لسه قريب جدا جدا عندي طفل وصل الموضوع ده عنده 4 مانث 4 مانث. طب وده هيكمل امتى وهيكبر امتى وهنعمل له ايه امتى وازاي؟ مش قضيتي دلوقتي، انما الفكره بتاعه الويت جين دي مهمه، ان احنا نفهم الاهل يتصرفوا ازاي. فاذا كنا بنعمل اوكي، ما بنعملش يبقى انا وضحت لكم، وات ايفر حضرتك بيدياتريك اور اوتولارينجولوجيست اور وات ايفر. الاطفال يجي لهم اكتر من الهايبوكسيا بالمونري هايبرتنشن، الكبار بيخشوا في كارديك اريزمز وحاجات هقولها لك حالا رادر ذان البالمونري هايبرتنشن. والحقيقه برضو احنا اشتغلنا اطفال والله العظيم 6 اشهر كان جاله فعلا البالمونري هايبرتنشن، ده معناها ان بقى له 3 4 اشهر ان هيبوكسيا نتيجه السليب ابنيا اللي بتجيله. 6 اشهر يعني عنده 6 مانث ايج، متخيل حضرتك القصه؟ بالتالي ده محتاج انترفينشن مع انه الايدج بتاعه صغير. صحيح مش كل الحالات كده، بس اتليست نبقى فاهمين this is a possible complication وموجوده وبتتشاف فعلا، ما هياش حاجه موجوده في الكتب. تعالوا بقى نتكلم في شويه سيمتومز وشويه حاجات. هو السنورنج بيضايق مين؟ نيفر ايفر انك تكتشف ان السنورنج بيضايق الشخص، هو عاده بيضايق الاشخاص المحيطين. هي موجودة جدا عند الرجالة واحنا كلنا عارفين كده، عند الستات قليلة شوية، وده ليها أسباب تانية زي السموكينج زي 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 يعني. فدايما وأبدا تلاقي إن البيت بارتنر مش عارف ينام، مش عارف يعمل، ما هو مش عارف يتصرف. شخص مع زمايله، يعني يجي واحد يقول لي أنا كنت مسافر مع زملاء في الحتة الفلانية مش عارفين يناموا، انت بتشخر يا عم طول الليل، احنا مش عارفين ننام، وهلو مجرة. وبالتالي هو احيانا يوصل انه يعمل psychological problem ايوان، up to divorce ايوان. يعني خد بال حضرتك ان السنورنج مش الابنية، السنورنج بيعمل مشاكل اجتماعية غير طبيعية، وفي ناس بتطلق بسببه ايوان. يعني بالذات السيدات ممكن تيجي تشتكي، يا دكتور محمد انا جوزي هيطلقني من السنورنج. تخيل حضرتك الكلمه دي وتبقى منهاره نفسيا شغلانتك ان انت تضيع لها السنورنج. بتعتبر سوشيال ستيجما عيبه قوي في حد في الانثى او في السيده ان هي تكون سنورر، لكن المجتمع بيتقبل ان الراجل ممكن يبقى سنورر وهو كده. دي مشكله عندنا مجتمعيه، لدرجة ان هو احصائيات في اليوكي، ده تاني سبب، تاني اهم سبب للشخير، تخيل حضرتك. والحقيقة حتة فاني شوية انه احيانا السنورنج ده ريكوردد، انه شخص يشتكي جاره عشان مش عارف ينام. طبعا بتبقى الدنيا هادية وفيلا صغيرة جنب بعض، لكن يشتكي في المحكمة، يرفع عليه قضية مش عارف ينام. تخيلوا حضرتك الحاجات دي. احيانا بقى توصل للبيت بارتنر لايه؟ مش للشخص، مش للمريض، مش للسنورر، مش عارف ينام، فيجي له انسونيا ويبقى قاعد قلقان، مش عارف يقول ايه، طب اقول ولا ما اقولش؟ صداع، يحصل له من كتر ما هو مش عارف ينام طول الليل بالناس اللي هي نومها خفيف، يحصل له فتيج، لدرجه بقى يترتب عليها، معلش انا دخلتك في المشكله الاجتماعيه لانها ده موجوده، يا اما يسيب الاوضه يروح ينام في حته ثانيه، في ناس تروح حاطه اير بلاجز، في اللي يروح حاطط المخده، او يقول لك انا بنام قبل مراتي او هي بنام قبل جوزها علشان ما الحقش اسمع الشخير بتاعه. فعلا مشكله مجتمعيه كبيره جدا جدا ان ادلتس، ولازم نبقى مستوعبينها ونهتم بيها عشان نساعد الناس، لانه الطب في الاخر وفي الامراض انت مش بتساعد المريض مرض، انت بتساعده كحياه اجتماعيه كامله. في دي نقطه لازم نحطها في الاعتبار. طيب في الأطفال بقى الموضوع فيه شوية حاجات قلنا منها حبة. بص كده مثلا على التشايلد ده،
ولا ده عنده هيوج ادينويد اند تونسل. بص بياخد نفسه بيتخانق. انت متخيل عنده مشكله انه مش عارف يشفط، الساكلينج باور عنده بتبقى ضعيفه جدا، الويت جين قليل زي ما قلنا من شويه، وكمان انه ماوث بريذر. ونقف عند حته بتاعه الدنتال ديفلوبمنت دي، لان دي مشكله الحقيقه بنقابلها كتير قوي. سنانه الطفل بالمناسبه لما اللبس بيكون كوابتد تو ايتش اذر، السنان الانسايزرز بيبقوا كوابتد كده. لما بتبقى البق مفتوح وبقاله فتره كرونيك، اللبس بتبقى مفتوحه وبالتالي الانسايزرز بتعمل كده. ودي من احد المشاكل الكبيره اللي لما بيجي الدنتست يحاول يصلحها عشان يعمل له الحاجات بتاعت الاورثودنتس تقويم والحاجات دي، مهما سعى لو المناخير ما بقتش سالكه، يعني ما بقتش مفتوحه، ولا في نتيجه اللي هو بيعمله. ما هو علشان يشتغل هو لازم الايرواي يبقى سليم، فيبعته لي يقول لي يا دكتور محمد خلي الايرواي سليم. نقع في المشكله الرخمه جدا ان لو موضوع النيزل اوبستراكشن اند ماوث بريذنج اذا لونج تيرم وبقى له فتره سي سنه سنتين، دول كتير قوي، سنتين ده قليل بالنسبه لهم، 10 سنين. نيجي النهارده انا صلحت له النوز وبقت سالكه، هل البق يتقفل؟ هل يتحول الى نيزل بريدر؟ للاسف لا. ليه للاسف؟ هي عشان نسهلها كده، هي نوع من تعود subconscious accustom of the brain. الراجل ده اللي هو المخ يعني متعود بقاله فتره ياخد النفس من بقه لانه اسهل من مناخيره، مناخيره دي تعبان، فخلاص بقاله سنين خلاص المخ فهم ان النفس من هنا حلو، نفس من هنا صعب، خلاص انا بتنفس. جيت انت رحت سلكت المناخير خالص بقت سالكه حلو ماشي، بس هو لسه المخ برضه متعود بياخد النفس من بقه. ايه النتيجه؟ هيفضل ماوث بليزر برضه. طب انا يعني هخليه ازاي يرجع ياخد نفسه من مناخيره؟ الحقيقه صعبه جدا، التعود ده صعب جدا. كانك نظريا كانك طالب بقى عشان المخ يبدا يفهم انه ياخد من مناخيره انك تقفل بقه، وتقفل بقه فتره علشان خاطر ان هو يعمل ايه، ان هو يستوعب ان مش المشكله في البق خلاص، انك لازم تاخد النفس من المناخير. ودي قصه طويله لازم نفهمها للاهل، وعشان يبقوا مستوعبين ان انت عملت اللي عليك وبقى الولد كويس نفسه حلو، بس بقه ما اتقفلش يا دكتور. مش هيتقفل، وهياخد فتره على بال ما يتقفل، ومحتاجين نعوده. دي نقطه مهمه نبقى فاهمينها. مشكله بقى عندنا في الاهل، لانهم احيانا بيفتكر يقول لك ايه، الولد بيشخر عادي يعني مش مشاكل، ما هو بقاله فتره بيشخر، دي اكيد حته لحميه صغيره وهتروح بمرور الوقت. مع احترامنا لباقي الزملاء، اصل الدكتور قال له ان هو هتروح، واصل دي لحميه رضع ملهاش اي قيمه. ايوه يعني ما هو بقاله قد ايه؟ بقاله سنه. طب يعني لحميه رضع اللي هتروح بقاله سنه ديت؟ اصل هو العيل صغير، ودي بقى مشاكل الاهل بقى، عيل صغير ما ينفعش تعمل له عمليه ونشيل الادينويد دي، هو ايه اللي يمنع؟ اصل التخدير صعب في الاطفال او ممكن يعمل لهم كومبليكيشن. اصل دكتور، انا اسف والله انا اسف جدا، ودي احد مشاكلنا مع البيدياتريكس، اصل دكتور قال له ما ينفعش تعمل العمليه قبل 3 سنين. دي قصه مش وقتنا نتكلم فيها، يعني يبقى عنده 6 اشهر او سنه وجاله بالمونري هايبرتنشن وبيموت كل يوم، هنقول له مش هينفع كده؟ لا طبعا، دي ده واحده of the misconcepts of managing obstructive apnea or snoring. يبقى الاهل ان اوير، الاهل خايفين وقلقانين. sometimes the physician برضه نتيجه ان هو ان اوير او ما فيش كونكشن مع بتوع الاوترينجولوجيست، فيبقى المسكونسبتس ده يبقى نعامل نيجاتيف فيدباك اوف ذا بيشنت، وده في الاخر حياه الطفل هي اللي بتبقى تعبانه، ويبقى صعب جدا التصليح بتاع القصه. يبقى محتاجين اويرنس للناس واويرنس للدكاتره كمان عشان يبقوا مستوعبين. من الحاجات المرخمه الثانيه بقى الديجري، هو قد ايه مخنوق، ودي مهمه جدا جدا لازم نشوفها، مش الاهل اللي يقولوا،
الطفل ده انا وريته لك في الاول، بس بص الطفل ده تاني بيعمل ايه. شايف الخنقه ده؟ بص السوبر ستيرنال ريتراكشن ده، بص بص كمان ده، انا ببص على صدره. الطفل ده بالذات بالذات كان حالته كرب. بص السب كوستر والانتر كوستر ريتراكشنز، انت متخيل القصه قد ايه الولد ده بيعاني؟ الولد ده كان عنده ساعتها سي 4 سنين ولا حاجه، بيعاني بقاله 2 3 كده. يبقى اذا وصلت لمرحله كمان سو سيفير، الولد ده حتى لو ما عملتلوش ايكو ولا عنده بالمونري هايبرتنشن 1000000%، بيموت كل يوم، عنده كومبليكيشنز قد كده. يبقى احنا بنعرف القصه اكوردنج لشويه حاجات زي الوركينج الانيزاي، زي الاريتابيليتي، زي الطفل ده بيحارب عشان ياخد النفس، زي السوبر ستيرنال انتركوستال اند سب كوستال ريتراكشنز، زي الكونجستد نيك فينز. ارجع للفيديو الاولاني بتاع الراجل اللي عنده سيفير سترايدر مش ابنيا، بس عشان تبقى متخيل بس يعني ايه كلمه كونجستد نيك فينز والاريتابيليتي والاجيتيشن اللي بيبقى عندهم، عشان تبقى متخيل متخيل القصه. اوكي، او ان العيان ده بقى يخش في الابنك اتاكس اللي ممكن يشوفها مين، اللي ممكن يشوفها البيد بورتون. هنا بقى في الحته دي اقول لك، انما العيان اللي يقول لك انا بصحى من النوم مخنوق، ده مش سنورينج وده مش سليب ابنيا، حتى ايفن لو الشخص ده بيشخر. امال دي ايه بقى؟ دي اسمها اكيوت لارنجيال سبازم ديو تو اكيوت جاسترو اسوفجيال ريفلكس. الريفلكس يحصل، الاسيد يرجع يدوبك يعدي عند الاير واي، ايميديت شوكينج، يشرق اير واي البيدلوتس والفوكال كولز، يقفله يتخنق، يقوم من النوم مخنوق، وده وضع مختلف. ده غير الابنيا اللي بتحصل ديورينج ديب سليب. وبالتالي كمبدا، العيان اللي يقول لك انا صحيت من النوم مخنوق، ده ريفلكس. العيان اللي عنده ابنيا ما بيحسش بيها. طب ممكن عيان يبقى عنده اتنين؟ ايوه، ما احنا لسه قايلين ان الريفلكس وان اوف ذا كوزز اللي تخليه سنورر، او تدخله من السنير من سبير سنورنج لابنيا، ويبقى معاه كمان ريفلكس ويجي له رينج سبازم. ايوه، ده حالته بتبقى كرب الكرب بقى. وده موجود؟ اه موجود، بس محتاجين نفرق ما بين الاثنين، لان انت لازم تمشي في الاثنين هاند ان هاند. سليب ديبريفيشن بقى سواء في الاطفال او الكبار، عشان كده احنا بنسمي الكونديشن ده سليب ديس اوردرد بريدنج او اسوشيتد ديزيزز، ومن اهمها بقى الدرايفنج، لان في ناس كتيره بتعمل حوادث، بالذات سواقين النقل والحاجات دي، لانه ما بينامش كويس، والناس دي بتبقى عندها كل الكونديشنز، بيبقى سيفير وشورت نيك، وبيشرب الكحول وبياخد سيداتيفز وبياكل وبينام وهلم جره، ودي مسؤوله عن الاكسيدنتس فعلا، لان هو ببساطه سايق بقاله ساعه نعس نعسه واحده خلاص خلصت القصه. السكول ريتارديشن، اللاك اوف كونسنتريشن بتبقى واضحه، الاباثيتيك لوك دي مهمه، بيبقى متنح كده، دي نقطه مهمه نبقى احنا فاهمينها. يعني النايت نيرز والنوكتورنال انيوريسز لسه قايل لكم عليها من شويه. اعرف منين؟ ابص عليه زي ما عدنا بقى، ريداندن سوفت باليت، هيوج تونسل في الكبار او تونسل ادينويد في الصغيرين، تانج بيز، ماندبل قصير، ريسيندنج ماندبل، بيبان عندنا ديورنج اوروفرنجيال اكزامينيشن اذا كان في ريفلكس او لا، نوز فيها ديفييتد سيبتم او بوليبس او تربنتس، اوبيز اند شورت نيك. يبقى الحاجات دي انا لما الاقيها، حتى سواء العيان بيشتكي بدور عليها، ما بيشتكيش المفروض ان انا اخد بالي منها. نروح لكومبليكيشنز زياده، احنا قلنا معظم الحاجات، لكن يهمني الكاردياك كومبليكيشنز اللي دي مهمه بقى. بالمونري هايبرتنشن، اريثميز، سيستميك هايبرتنشن، هارت فيلير، انفاركشن، كل ده
up to sudden death during sleep. ايوه sudden arrest. وكل ده بيحصل نتيجة الكرونيك هيبوكسيا ان هايبر كامبيا. يبقى تعالى بقى ارجع بقى، علشان كده ما ينفعش عيان يبقى عنده المشاكل دي الكاردياك دي وما تعملوش اسسمنت للسليب. ده نقطة غاية في الأهمية، مزد عند ناس كتيرة من الكارديولوجيست مش واخدين بالهم منها، ودي نقطة مهمة جدا. ويا ما لقينا ناس بعد ما أدركوا إن عندهم بيحاولوا يصلحوا كارديو بروبلمز مش بتتصلح لسبب أو لآخر، لما عملوا كونسلتيشن للإني تي قال له لا اعمل كذا، لما عمل طلع الراجل ده عنده سليب ابنيا كرونيك سيفير، لما تتصلح بدأت الجنرال كونديشنز الأخرى. other complications زي ما احنا قلناها من شويه صغيرين. تعال بقى للانفستيجيشن، لحسن ده مهم جدا 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 جدا. انا عايز اعمل ايه في الانفستيجيشن؟ انا عايز اتارجت الهاي ريسك بيشنتس، الاوبيز والشورت نيك و واللي عنده الحاجات اللي احنا قلناها و واللي عنده كاردياك بروبلمز و عشان اعمل ايه كمان؟ عشان اشوف what is the appropriate treatment option للعيان ده، وعلشان احط زي ما نقول بيز لاين هقيس عليه انا وصلت لفين، ولما عليك هرجع لفين فاقدر اقيس ال effectiveness of the treatment. اهم واحد على الاطلاق is the polysomnography or the sleep lab، وده one of the يعني strong recommendation في الجايد لاينز. ما ينفعش ما تعملش بولي سومنوجرافي. وات از بولي سومنوجرافي؟ بولي كذا حاجه، سوم جاي من النوم، وجرافي الجراف. من الحاجات المهمه جدا ان يقدر يقول لي دي اوبستراكتيف ولا سنترال، يقدر يقول لي السيفيريتي مايلد مودريت سيفير، يقدر يقول لي ذا نيد اوف تريتمنت هقول لك عليه اللي اسمه سي باب. البوليسومنوجرافي زي ما انت شايف كده هو عبارة عن ديفايس بيلبسه العيان during sleep، حاجة بلس اوكسيميتر تقيس الاكسجين، حاجة بتقيس الشست موفمنت، حاجة بتقيس الاي عشان تعرف دخل في ديب سليب، تقيس الاي موفمنت عشان تشوفه هو في الريم ولا في النون ريم، حاجة بتقيس الاكسجين فلو الاير واي فلو، احيانا بتقيس الاي سي جي كمان. كل ده during sleep متوصلة بديفايس، ينام العيان بيروح في السليب لاب، بينام عندهم في الفترة بتاعتهم، يصحى الصبحية بتاخد من الديفايس داتا على ميموري كارد، تطبع تديك نمبرز وتديك الداتا اللي انت عايز تعرفه. بتعمل في مصر؟ بتعمل في مصر طبعا، في سنترز كتيرة نبقى نتكلم عليها ونبقى فاهمينها. strong recommendation، ما ينفعش عيان انت شاكك ان عنده او عنده هاي ريسك او هو اوريدي بيشتكي من القصه ما تعملوش بولي سومنوجرافي. موست اوف ذا ادلتس بيتعملوا، اللي تشيلدرن ما بنعتمدش عليه قوي، لان احنا قلنا في التشيلدرن القصه مختلفه شويه سنه عن الكبار. يبقى هعمله للهاي ريسك اللي عنده ابنيه فعلا، اللي بيجي له هارت فيلير، اللي عنده كرونريز و و و و والحاجات دي كلها ريكومندد من الجايد لاينز. هل في حاجات تانية؟ راديولوجي بقى عشان اعرف في ادينويد ولا لا، زي ما قلنا. سي تي سكان برضو يبين لي الادينويد او يبين النيزل بروبلمز لو انا محتاجها. في حاجة اسمها لاترال كيفالومتريك ستاديز عشان تقيس الريسيدنج ماندبل للناس اللي هي محتاجة نعمل لها اي تدخل. يبقى انفستيجيشنز اخرى تساعدني to detect the cause، إنما what assesses and what proves the the snoring and sleep apnea هو البوليسومنوجرافي. ومعليش أنا آسف، هو ما بيقيس حاجة ليها علاقة بالسنورينج، snoring is a sound، لكن هو بيقيس الأبنيك أتاكس. والسنورينج لو أنت شاكك إن السنورينج بيدخل العين بيخش في أبنيا يبقى لازم تعمل بوليسومنوجرافي. إنما العيان السنورر فقط دي قصة مختلفة بتخش على المانجمنت بتاعه. طب وانت تقدر تفرق السنورر بيخش في أبنيا ولا لأ؟ ما احنا قلنا الحاجات بقى، في حاجات ريسك فاكتورز، في انك تسأل البيد بارتنر، في جنرال كونديشنز بتاعت العيان اللي تقول لك ده فيه او ما فيش.
طب هل هو كل روتين لكل سنورر ادل اعمل له بوليسونوجرافي؟ لا، ما هوش روتين انك تعمل كده، لكن روتين تعمله اللي عنده كاردياك بروبلمز، اللي عنده كل البريديسبوزنج فاكتورز، اللي كل الهاي ريسك اللي قلنا عليها من شويه. تعالوا نروح هاو تو مانج. عشان اقول هاو تو مانج لازم ابقى فاهم كويس جدا جدا ان انا اي شود سسبكت القصه بتاعت سليب ابنيا في الناس اللي انا قلت لك عليهم من شويه. كلمه سسبكت يعني ايه؟ يعني جاي يشتكي يقول لي ودني بتوجعني، عندي صداع، بصيت عليه وانا بفحصه مناخيره فيها واحد اتنين تلاته، بقه بصيت سوفت بالا تونسل تانج بيز، شورت نيك اوبيز، كاردياك، هايبر تنشن. اقول له هو انت سنورر؟ يقول لي سنورر. طب معاك حد؟ هو ممكن يقطع النفس بالليل؟ يبقى البرايورتي اي شود سسبكت بيفور ذا بيشنتس كومبلين، الا اللي يكون جاي لي يقول لي انا عامل كده، ده خلاص ايفيدنت. لكن انا عايز مش العيان اللي جاي يقول لك انا عندي واحد اتنين تلاته. احنا محتاجين نكبر السكيل بتاعنا قوي للعيان اللي ما بيشتكيش، نقول له تعالى انت عندك واحد اتنين تلاتة، ودي نقطة مهمة جدا جدا يعني. فالسنورنج اسأله بتشخر ولا لا، واسأل البيت بارتنر او اسأل الاب على الاطفال، دي قلناه، واعرف اذا كان بينام بالنهار ولا لا، نفس الاسئلة، واعرف اذا كان الطفل ما بيركزش ولا بيركز. الحاجات دي اروح سائل على هل في سنورنج ولا ما فيش وقولوا لي. والحقيقه انا شخصيا بعمل حاجه كمان في الاطفال، بقول للام بالتليفون سجلي لي الولد وهو نايم بالليل فور 1 مينيت زي اللي انتوا شفتوهم دول، عشان اعرف هو سنورر ولا لا، ماوث بريذر ولا لا، وبيخش في ابني ولا لا، وهما مش قادرين يستوعبوا. مش كل الاهل يبقوا على درجه من الوعي اللي يكونوا فاهمين الكلام ده. النقطة الأساسية في العلاج هي البيشنت كونسلنج. الحقيقة ده أنا خلصت الكشف بتاع العيان، هقعد معاه، تعالى بقى حضرتك نفهم عشان نعرف نعمل إزاي. لأنه هو كمريض لازم يفهم هو مش زرار بتدوس عليه، مش قرصين تاخدهم كأنتيبيوتيك تخلص تخف، مش عملية تعملها دلوقتي والدنيا انتهت. لا، ده قصة طبعا بتختلف من الكبار عن الأطفال زي ما هقول لك حالا. لكن ممكن افهمه تعالى انت عندك كذا بسبب انك تخين فلازم تخس، بسبب ان عندك ريفلكس، بسبب ان انت مجهد جدا في عملك، ولو انت ما اهتمتش بالقصه دي هيحصل لك كومبليكيشنز كذا وكذا، او لو كان عندك كومبليكيشنز يبقى هتزيد وهيحصل كذا كذا، لان انت بتتخنق كل يوم بالليل وما بتنامش بقالك اسبوع وشهر وسنه، لان انت لو ما غيرتش اللايف ستايل بتاعتك يبقى انا مش هقدر اساعدك. هي مش قصه دواء اعمله لك، او يا دكتور اعمل لي عمليه، عملت عمليه وخلاص خلصنا. انه انت محتاج تبقى متفهم انه نقدر نصلح القصه عشان نصلح الحياه الاجتماعيه. اصبر على رزقك، مش لازم نكبر القصه. طيب انا عندي طرق كتيره متاحه، احنا هنعمل كذا ثم هنعمل كذا وهنحط خطه، والخطه ديت هتاخد مننا وقت طويل شويه. انا عايزك تنزل وزنك، عايزك في خلال الست اشهر الجايين دول، ست اشهر، تكون نزلت 10 20 كيلو هيخلوك بني ادم تاني. انا عايزك ما تاكلش وتنام بالليل، فلو سمحت انت بتعمل ايه في شغلك كذا كذا، لا تاكل الساعة 6 في شغلك وتروح ما تاكلش، او تاكل حاجة خفيفة قبل ما تنام وتتصرف تحل المشكلة. ما تقوليش انا اروح تعبان وبنام، اكل وانام، تاخد يوم اجازة، تتدخل معاه، لانه هي القصة برمتها على بعضها ما هيش زرار ندوس عليه. تقعد مع المريض وتفهمه حتة 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 عشان يستوعب معاك القصة، لانه فعلا الابستراكتيف سليب ابنيا دي ما هوش مرض فيري سامبل، ده حاجة معقدة جدا عشان يتحسن العيان، فمحتاج تفهمه الكلام ده. انستراكشنز، لازم وزنك ينزل، بس ما تقولوش لازم، لأن معظم الناس الوبيز ما بيعرفش، فلازم تاخدها بالراحة. حاول ولازم ضروري محتاجين
تروح لكذا، طب ايه رأيك نبتدي نعمل كذا كذا؟ يبقى انت لازم تسهل له الامور شويه، لانك لو قلتها له ما نزلتش في الوزن هتحصل لك واحد اتنين تلاته، هو ما يبقاش عارف. بص وداوبيز عايزين ومش عارفين، محتاجه اراده ومحتاجه ومحتاجه، لازم تاخدها سيمبل. طبعا الناس الالكوحوليك والسموكرز صعب جدا تقول لهم وقفوا، بالذات السموكر، بس برضه هتاخدها معاه جنتلي، لان هو يقول لك يعني انا لو وقفت التدخين بكره بقى زي الفل؟ طبعا لا، لكن انت بتقول له خف الدنيا واحده واحده، اصل ده فاكتور من الفاكتورز، بدل ما بتشرب علبتين خليهم علبه، بعد شويه خليهم 10 وهلم مجره، لكن ما تامروش بحاجه هي مش هتحصل يعني. خد اجازه، خد اجازه ذهنيه واجازه جسمانيه على قد ما تقدر. ممنوع تاكل وتنام بالليل، خليها حاجه صغيره وكلها على الساعه، تنام الساعه 12 كل الساعه 7، وخليها حاجه صغيره بالليل، بالذات لو كانت المين ميل بتاعت الناس ديت بتبقى متاخره بالليل. السيداتيفز اند سليبنج بيلز دي من الحاجات اللي بتعمل فيري ويكنس لدايليتد ماسلز، وبالتالي بتبقى صعبه شويه. لو قدرنا طبعا، ودي كلمه صعبه اقول له نام على جنبك اكتر، لكن هو يعني هيفضل نايم على جنبه طول الليل ازاي؟ يعني يبقى فاهمها اتليست لما يبتدي النوم، ونغير اللايف ستايل بتاعته على قد ما نقدر. هناخد علاج، هتقول له كده علاج للريفلكس، انا ما عنديش ريفلكس. عنده ريفلكس؟ طب دي لا، دي نقعد بقى نتجادل فيها، عنده او ما عندوش، وقصه الريفلكس وتاثيره على الروي ده ان شاء الله مره اخرى في حته اخرى، لان الريفلكس ده عندنا بيعمل كومبليكيشنز رهيبه فوق ما تتخيلوا يعني، بس اتليست هيعالجه. طب ناخد العلاج ولا نروح دكتور جي اي تي ولا نعمل ايه؟ او في الاطفال يعني، خلينا دلوقتي في الجزء بتاعنا هنا، محتاجين لونج تيرم تريتمنت اوف ذا ريفلكس. علاج الالرجيك راينيتس، احنا قلنا حتى لو الالرجيك راينيتس لوحدها هتديها علاج، انما يوجوالي اسوشيتد مع نيزل بولبس في الكبار او مع ادينويد في الاطفال، ودي بتاخد وقت طويل في العلاج. ما ننساش ان الدايابيتكس او الهايبوثيرويد لازم نلحقهم، ونلحقهم بدري عشان نقدر نصلحهم. The gold standard treatment of sleep apnea is the CPAP. Continuous positive airway pressure. The gold standard. The gold standard. What is this device? Device ده عبارة عن جهاز زي ما انت شايفه كده اهو، بخرطوم. الخرطوم ده متوصل بماسك زي ما انت شايف كده على مناخير العيان، جهاز خرطوم ماسك على مناخير العيان. يعمل ايه الجهاز ده؟ يدي بوزيتيف بريشر ديورنج سليب، تكون النتيجه ان مفيش فرصه للاير واي ان يحصل له كولابس ويقفل ديورنج سليب، وبالتالي الموضوع ان البني ادم مش هيحصل له كولابس، مش هيحصل له هايبوكسيا، مش هيحصل له هايبركابنيا، هيخش في ديب سليب، هينام كويس، هيرتاح، هيقوم الصبحيه فايق، وهيتحول الى بني ادم تاني تماما. والحقيقه انا كان عندي فيديو لواحد اكسبيرينس، هو بيحكي، انا مصوره لانه بيحكي، طلبت منه واخد كونفرميشن، بيحكي السيناريو بتاعه قد ايه بقى واحد تاني، بس للاسف الصوت بتاعه ما طلعش حلو، ما قدرتش ان انا استخدمه معاكم. شوف الافكت بتاعها كده، بص السيباب بيعمل ايه، احنا قلنا تانج بيز سوفت بلد، قفل خلاص، فايبريشن طق قفل، حلو كده، خلاص دخل في ابني، فالاير واي مش هيعدي. طب ما السيباب بقى هيعمل ايه؟ بص السيباب يجي على القفله دي بوزيتيف بريشر، يفتحها بالعافيه، وبالتالي مش هيحصل للعيان ده دي اوبستراكشن اللي هيعمل له الابنيا، وبالتالي البني ادم ده لا، ده حاجه تانية خالص، ده هيتغير ويتقلب 360 درجه، بني ادم تاني تماما، ما يحصلوش ابنيا، ينام مرتاح كل يوم، الصبحيه مركز، بيشتغل كويس، ما هوش ابثتيك، الجنرال كونديشنز تتحسن، الهارت كونديشن تتحسن، كل حاجه في حياته بتتغير 180 درجه او 360 درجه. ده اكزامبل لمريض من مرضايا، قلت له بعد اذنك برضه نعمل الكلام ده، اهو نايم
وادي الماسك على وشه وادي الخرطوم اهو بتاعه. لكن بقى السباب ده مشكلة كبيرة جدا لناس كتير، من اسوأ الحاجات. تخيل انت بتطلب من واحد ينام كل يوم حاطط ماسك في وشه كده وينام. طبعا تقبلها نفسه احيانا بيبقى صعب عند الناس، التقبل الفكرة سايكولوجيك بيبقى مش عايز، مش قادر يتعايش مع الفكرة. يقول لك يعني انا انام كل يوم بتاع كده في وشي لازقة، مش قادر. كمان الكومبريشن احيانا بيسيب علامات على الوش لو كانت تايت شوية، بتعمل لهم سكين راش والرجي وحاجات زي كده. ممكن الهواء داخل خارج ينشف الاير واي، دراي ماوث او دراي نوز، شوية هيدك. البريشر العالي ممكن يأثر على الودن او على الساينس زي البريشر تشينجز اللي بتحصل زي اللي بيركب الطيارة او بيعمل دايفنج، وبالتالي هو مش سهل ان انت تعمل كده. لكن المريض لازم يفهم ان الجولد ستاندرد بتاعه هو السي باب. انهي مريض بقى؟ ودي نقطة مهمة. Which patient you can select this باب؟ نرجع للبوليسومنوجرافي، لانه السيفير ده ملوش حل، المودريت كمان لازم، المايلد هنا اللي ممكن نتفاهم فيه. هل لو انا عملت الحاجات الاخرى التانية apart from the CPAP can be effective alone without the CPAP in mild cases؟ اه mild cases of apnea. هل الحاجات اللي قلنا عليها التانية without CPAP تنفع للسنورر؟ ايوه، ما هو السنورر ما عندوش ابنيا وبالتالي هو مش محتاج السيباب اصلا، يبقى السيباب ده بعالج بيه دي ابنيا. جولد ستاندرد، شوف انا عمال اعيد وازيد، it is the gold standard treatment. تمام كده. ولكن بقى في حاجه اخرى تانية بس للاسف مش عندنا في مصر قوي، حاجه جميله جدا اسمها the inspire therapy device. يحطوه يلزقوه كده الكترودز محطوطه هنا تو ستيميليت دي دايليتور ماسلز اللي قلنا عليها من شويه. فلما يحصل اوبستراكشن للاير واي، طنج تبقى قافله قافله هنا، ايه اللي يحصل؟ تلاقي الدنيا بتعمل ستيميليشن، فالستيميليشن اهو بص تزق الطنج بيز فيروح طالع لقدام، فبدل ما يقفل وهو نايم بتعمل له ستيميليشن للماسلز، اكني بقوي ده دايليتور ماسلز. وده الانسباير ثيرابي، وده ديفايس للاسف مش موجود عندنا بسهوله. حاجه تانية اسمها تانج ريتيننج ديفايسز عشان تزق التانج لقدام، بالذات الناس اللي عندها هيوج تانج بيز. والحقيقه الحقيقه يعني انا اي دونت هاف اكسبيرينس، بس اللي اعرفه ان ما هياش حاجه حلوه، الناس ما بتحبهاش خالص. يعني نروح للسيرجريز، من اهم السيرجريز على الاطلاق طبعا في الاطفال هي الادينويدكتومي الون اور دي ادينو تونسيلكتومي، وده immediate ريليف. بص على الطفله دي، بص بقى هي نفس الطفله، هي اوبن ماوث صحيح، there is no sound. دي افتر ادمودون سيلكت ايميديت ريليف، مش ايميديت طبعا، بتاخد حوالي 1 اور 2 ويكس بوست اوبرتيف لغايه ما يحصل ابيتاليزيشن والدنيا ترجع كويسه، بس بيتحسنوا العينين جدا جدا. وبالمناسبه بالمناسبه برضو محتاج ان انا اقول لحضراتكم بزياده البيدياتريكس في الحته دي، الادينويدكتومي in children or infants can sorry adenoid can recur after adenoidectomy. ودي قصة محتاجين يعني نبقى نتكلم فيها في سكوب لوحده علشان خاطر نفهم ليه وازاي والمشكلة بتبقى فين، علشان خاطر الناس تبقى aware tonsillectomy is not recurrent but adenoidectomy is recurrent. The younger the age the more chance for recurrence. نروح للحاجة اللي بعدها، ادي شكل الماوث بريذنج بتاع الطفل اهو، وقلنا عليه من شوية كنت بناقشكو انه هو ما بيتحسنش، فده طفل عمل فعلا بس فضل قاعد عامل كده. الحاجة الاخرى اللي بنعملها في الناس الكبار ادلتس هي حاجة اسمها يوفيلو بلاتو فارينجيو بلاستي
بلاستي معناها تجميل، لكن هي اكشوالي اكسجن بنشيل فيها التونسلز بالاساس. تونسلز كبير؟ اه. عنده 50 سنة؟ اه. هنشيل له التونسلز؟ ايوه. وكمان ذا سوفت باليت. واحيانا مش بنشيل اللاترال فارينجال وول، بس هو بيبقى فيه كوريجيشن كده بنشده، اكن نيجي على التونسل، انتوا عارفين بتبقى قاعده ما بين تو بيلرز، انتيرور اند بوستيرور بيلر، فنشدهم على بعض شويه. بصوا الاكزامبل ده، تشيل التونسلز اهمت، وتيجي على حته بتاعت السوفت باليت واليوفيلا بتشيلهم تماما، فيبقى الايرواي عامل كده، ويبقى ده منظر العيان بعدها، ما عندوش ايرواي، ما عندوش، انا اسف، سوفت باليت ولا تونسل، والعيانين دول بيتحسنوا جدا جدا. بس انا هعمل الكلام ده لمين؟ هعمل الكلام ده للعيان اللي سنور فهيخف جدا. طب هعمله لبتاع الابنيا؟ قلنا تاني ده جولد ستاندر اوف مانجمنت اوف ابنيا از ذا سي باب. هو ان ذا جنرال كونديشنز اوف ذا بيشنت اوف ذا اون سي باب امبروفز، اه ساعتها نفكر بقى ممكن اتدخل جراحيا واعمل له حاجه من الحاجات دي. في حاجه كمان كنا بنعملها لوكال للسنورز بس، لوكال بنعمل ليزر اسيستد يوفيل بلاستي، اشيل حته من اليوفيلا كده اهوت، زي ما احنا قلنا ان اليوفيلا اند سوفت باليت وان اوف ذا موست كومن كوز اوف سنورز ان ادلتس. طبعا الناس بتوع الماكسيلو فيشال ممكن يعملوا حاجه اسمها مانديبولر ادفانسمنت سيرجري، الناس اللي عندهم ريسيدنج ماندبل زي ده كده اهو، ادي ريسيدنج ماندبل حسنوها جدا. نيزل سيرجريز بقى، ودي حاجات مش هنخش فيها، زي بوليباكتوميز، زي الانسكوبيك ساينس سيرجري اللي احنا بنشيل فيها نيزل بوليبس او بنحسن نصلح فيها ديفييتد سيبتوم اور ذا تربنت. وبرضو في ناس بتشتغل الحاجات دي من الزورنال سيرجري او من اوتولارينجولوجيست، ان هم يشيلوا حته من التانج بيز لو كانت لارج، ودي بنسميها ميد لاين بوليسكتومي، واحيانا بيعملوا هيويد اكسبانشن كمان. وكده ابقى اكون وصلت دلوقتي للنهايه بتاعه السيشن. يعني انا اتمنى اكون غطيتها على قد ما اقدر بالطريقه اللي تعجبكم، وشكرا ليكم لاستماعكم، وللدكتور رامي على الدعوه الكريمه اللي انا اقدر اقدم فيها الحاجه ديت. وانا دلوقتي ريدي لو في اسئله نحب ناخدها، وكمان لو في توبكس اخرى تخصني او تخص السبيشاليتي بتاعتي نقدر نعملها لكم مره تانية ان شاء الله. شكرا دكتور، شكرا دكتور محمد، بجد المحاضره كانت رائعه واكثر من رائعه، انا كنت مستمتع بصراحه. بجد انا يعني بجد يعني انا ما حسيتش بالوقت طبعا. شكرا حقيقي ومجهود حقيقي، معلش سهرناك حقيقي، ما سبتش حاجه تقريبا في الموضوع، الموضوع كان اكثر من رائع حقيقي، تقريبا شرحت كل الحاجات المهمه اللي فيه. بجد انا بشكر حقيقي على المجهود الجميل دوت. ده انا ما خدتش بالي احنا بقى لنا اولموست 2 اورز يا دكتور رامي. احنا 2 اورز فعلا يعني. انا والله ما خدت بالي عشان كنت مستمتع يعني. الله يخليك محمد، بالعكس حضرتك كان شرح حضرتك جميل وسلس وسيمبل، كان رائع. ويعني انا طبعا قبل ما افتح الشات انا يمكن هقول لحضرتك على حاجه، دايما امهات كتيره جدا بتيجي بعيانين اطفال اوبيز في رعايه نيوتريشن، يعني عايزه الولد يخس، وبالصدفه في الهيستوري لما باخد منها هيستوري بفاجئ ان الولد كان بيجي له ابنيا وهو نايم، والام مش مهتميه بحكايه الابنيا دي يعني. صح. حتى صح. بسألها حضرتك الولد صحي على كرشة نفس، الولد بيشخر بالليل، تقول لي اه. طب قلت لها حضرتك طب مش دي شكوى مهمه؟ طب حضرتك ليه ما قلتهاش ما قلتهاش مع دكتور رامي؟ وعي الاهل لهذا الموضوع بالذات ضعيف جدا على كل المستويات على فكره، الويد اديوكيتد والنون اديوكيتد، خد بال حضرتك. وايفن مع احترامنا الكامل ليهم اطباء زملاء عندهم اطفالهم كده وهم مش اوير قد ايه القصه دي كود ليد تو ا سيريس كومبليكيشن. لا تمام. وكمان يمكن عايز اضيف حاجه لكلام حضرتك، النيوترال انيوريزيس طبعا ده سيمتومز اساسي للتايب 1 للدايابيتيك بيشنت، وبرضه سيمتومز اساسي للاوبستراكتيف سليب ابنيا. وفي بيبرز قالت ان البريفالنس في السنورنج والسليب ابنيا في التايب 1 دايابيتيس اكتر من الاطفال اللي هم نان مش دايابيتيك، مش تايب 1 دايابيتيك. يعني بجد يعني لما تقوم تيجي تشتكي او عيان دايابيتيك نيولي دايجنوز وتيجي للدكتور الاندوكراين وتقول الولد بيخش حمام كتير بالليل، لازم برضو يسال
بالذات لو كان الولد دوت اوبيز، لازم يسال على السنورنج وهل في سنورنج ولا لا، لان هما الاثنين البريفرنس بيزيد، ده سيمتومز للاثنين، السنورنج والاوبستركتيف ابنيا وسيمتومز للتايب 1 دايابيتس. ايوه وفي بيبرز ريسنت قالت ان البريفالنس في بيزيد في التايب في التشايلد اللي عندهم تايب 1 دايابيتس عن اللي مش عندهمش تايب 1 دايابيتس، بالذات الاولد تايب 1 دايابيتس كمان، يعني الاولد ايد تايب 1 دايابيتس. شكرا حضرتك دكتور محمد، بجد محاضره ممتعه ممتعه فعلا، يعني موضوع فعلا مهم واندر استيميتد من البيرنت، ومع ان هو ليه كومبليكيشنز عنيفه جدا بتوصل لساتن ديز زي ما حضرتك قلت. ايوه فالاويرنس فعلا لازم حقيقي. فعلا لازم يبقى في اويرنس للبيرنت واويرنس كمان للفيزيشنز بالكومبليكيشن بتاعت السنورنج والسليب ابيا. انا هفتح الشات دلوقتي، اللي عايز من الزملاء يسال يكتب في الشات او يرفع ايده وانا اعمله انميوت يتواصل دايركت مع دكتور محمد. في دكتور حازم. طيب دكتور حازم، انا هعمل حضرتك انميوت، حضرتك بس عرفنا بنفسك والسبيشالتي بتاع حضرتك، وهل حضرتك من مصر او من خارج مصر؟ دكتور حازم انا عملت لك انميوت، اتفضل. السلام عليكم. عليكم دكتور السلام ورحمة محمد. الله وبركاته. دكتور رامي ازي حضرتك؟ دكتور محمد ازي حضرتك؟ انا حازم عثمان، اهلا بيك. انا مدرس طب القصر العيني. محاضرة طبعا رائعة، واكيد شهادتي مجروحة في دكتور محمد، هي محاضرة رائعة جدا يعني. انا ما اعرفش ان انت هتبقى موجود يا دكتور حازم. يا بيه، لا ده انا مستني المحاضرة من ساعة ما حضرتك حطيت الانونسمنت بجد؟ عن كويس. الصفحة. هو انا انترستد في الجزء بتاع السنورينج والسليب ابنيا، وكان عندي سؤال لان انا قرات حاجه مختلفه، فكنت عاوز ااكد المعلومه من حضرتك. كتير قوي عيانين السليب ابنيا، يعني هو العيان بيجي يقول لي، انا لما بساله بقول له حضرتك بتقوم على نوبات اختناق اثناء النوم، يعني بتنام ولما تدخل في النوم العميق اللي هو انت بتروح خالص بتنام ممكن تقوم مخنوق؟ فكتير من العيانين بيجاوبوا بالإيجاب. فقرأت صح في كتاب عن السنورينج، فهو بيتكلم بيقول إن العيان بيقوم أزف إن هو أزف the patient is droning، أكنه درون. غرقان صح، بيغرق. بالظبط. فأنا عاوز، وحضرتك قلت معلومة وكان انا أساتذتي برضو هجي لك في بيقولوا، الكلام. بص بص يا وأساتذتي حازم، بص يا اتفضل. حازم، اللي انت حكيته واللي انت موجود في الكتاب ده صحيح. percentage of patients اللي ممكن يبقى smart enough يعني عشان يقول الكلمة دي تكاد تكون، يعني انا هقولها رقم عشوائي كده، 1 لـ 5%. otherwise العيان اللي بيصحى، انا بكلمك on practice basis، العيان اللي بيصحى من النوم مخنوق ده acute reflux، لانه معظم، مش هقول معظم، هقول ايفن كل الناس اللي عندها sleep apnea عندهم reflux. وعشان كده المانجمنت بتاعك بارت منه، وانت بتتكلم مع العيان عمياني عالج reflux عمياني حتى لو بيشتكيش. طيب لكن هل ممكن فعلا العيان اللي عنده sleep apnea يحس بالقصة فيبقى يقول لك زي ما هو بيقول مخنوق او غرقان؟ ايوه ممكن. انت مش هتلاحظها كتير جدا، وحتى لو انت اشتغلت على 100 حاله اللي هيبقى فاهم الكلام ده وقايم منه قليلين قوي. لكن هي النقطه بقى، العيان بيقول لك انا قايم مخنوق، انت ما انتش عارف تقول هو ده بسبب الابني ولا بسبب الريفلكس. خد بالك من دي، حقيقي حقيقي. هو العيان وفي نفسه مش حاجة، بيعرف يفرق ما بين الاتنين. حقيقي، وفي حاجة بالمناسبة أنا افتكرتها دلوقتي وحضرتك بتتكلم عن الريفلكس. هو الريفلكس هو predisposing factor، وبيبقى aggravated بالسنورينج والأبنية. صح تماما، الله يفتح عليك. صح، معاك حق تماما. البرزيستنت نيجاتيف بريشر ده بيألاو الجاستريك كونتنتس إنها تدخل الشست بسهولة. صح، معاك حق. عشان كده ده بارت مهم جدا. عشان كده يا حازم بعد اذنك، يعني القصه فعلا، وانا بقولها للزملاء على قد ما نقدر، يا جماعه ده الحاله دي، ده انت تقعد معاه نص ساعه تفهمه حياته تمشي ازاي. ما هيش سيمبل سيرجري او سيمبل تريتمنت، فعلا ده محتاج كونسلنج، تقعد معاه مره واثنين وثلاثه وتاخده وتاخد وتدي مع بعض معاه علشان يقدر يستوعب وينفذ، فتقدر تساعده. ده حقيقي. بس لا خد حقيقي بالك يا فعلا. حازم تاني، بعد اذنك انا اكيد، انت طالما انت انترستد قوي، سي باب ذن سي باب
then CPAP and later on CPAP. تمام. مش سيرجري. انا بكلمك بجد والله فعلا. يعني انا مقتنع، انا مقتنع جدا، بس فكره السي باب حضرتك عارف اول حاجه يعني بعيدا عن الكومبلاينس للجهاز نفسه، التكلفه. بص انا فاهم، بس احنا بنتكلم بره حته الماني وايز، الفاينانشال بروبلمز. احنا بنتكلم ميديكال وايز، بنتكلم يعني فور ذا سيك اوف ذا بيشنت. انما حتى ايفن لو فرضنا انه التكلفه بتاعته عاليه، سيرجري will not كيور ذا بيشنت. اللي والسيرجري هيتحسن، يعني اللي هيتحسن بتاع السنورينج، حقيقي. لكن بتاع الابنيا نو واي. لكن خد بالك بقى، يعني انا بكلمك سي باب ده مين؟ مش الاطفال اللي هتعملوا ادنتون سيلكتري. يا ريت يا ريت. لا احنا عيل مثلا ده الطفل السنور اللي عنده سليب ابنيا ده حاجه جميله، يعني ده حاجه لطيفه، هيتحسن اه ده ايميديت، ده اميديت حاجه ريليف، ده حاجه بيجي بوس ايدك. حقيقي فعلا. صح، معاك حق. لكن خد بالك انا بقولها لك اهي، سيرجري للناس اللي عندها سليب ابنيا، سواء اليو بي بي او الليزر، وات ايفر اللي انت هتعمله، very difficult during intubation, very difficult during recovery, immediate ICU post operative. السيرجري بتاعتك بتبقى صعبة جدا، الفولو اب والكومبليكيشنز اعلى، النت ريزلت doubtful. يبقى عملنا ايه؟ يعني we have to يعني strictly نحنا نلمت يعني بص، انت كل واحد هياخدها من زاويته. لما احنا بنتكلم على، يعني انا بكلمك على ميديسن وعلى لونج تيرم اكسبيرينس بس. كلام حضرتك. لا أنا متفق مع حضرتك 1000000%. ماشي، انا سعيد ان انت موجود معانا. وانا اسعد، وكل سنه وحضرتك طيب. سنة طيب، يا رب بس تكون استفدت. يعني انت لو، يعني انا انبسط ان يبقى معايا مدرس انف واذن قصر عيني، ويبقى قاعد بيسمع ويكون استفاد. فهل انت لا استفدت لا لا فعلا بجد؟ استفدت جدا والله. ده طيب كان الحمد لله، ريفيو رائع، وانا مبسوط جدا بالمحاضرة بصراحة. يعني طيب الحمد لله، الحمد لله. شكرا يا دكتور مبسوط حازم، والله العظيم. شكرا دكتور حازم، شكرا حضرتك شرفتنا النهارده في الويبينار. في برضو دكتور سيد، دكتور سيد احمد، انا برضو هعمل حضرتك ان ميوت، برضو حضرتك عرفت بنفسك والسبيشاليتي بتاعت حضرتك والجامعه. انا هعمل حضرتك ان ميوت دلوقتي. اتفضل دكتور سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة دكتور الله. سيد عليكم. عرفت يا باشا والله ما شاء الله، يعني أنا سمعت المحاضرة دي كأني أول مرة بسمعها. طبعا زي ما حضرتك معودنا على الشرح الرائع والعرض الجميل، بصراحة أنا استفدت استفدت استفدت. بس ربنا انا يبارك دي كنت فيك. مأجلها يا دكتور سيد، ده كلام. ما ده بينا وبين بعض بقى. ما أنا مش هقول. اصل يا دكتور رامي كانوا متفقين معايا في مكان ما ان انا اديهم محاضرة عن القصة دي، قلت لهم لما اخلص هنا الاول وبعدين نبقى نعملها تبعكم مرة تانية، او لو كان الناس تجوين الويبينار اسهل لهم بدل ما نروح نديها لايف. فما اعرفش اذا كان في حد دخل او لا يعني، بس كويس ان دكتور سيد كان موجود. يعني انت عارف يا بيه ان انا من معجبين حضرتك يعني، وان انا ماشي وراك في كل حاجه. ربنا يكرمك يا دكتور سعيد. الله ليك اي يخليك. اسئله؟ في سؤال حضرتك، اللي هو الطفل اللي اتعود ان هو اوبن ماوس، بص وبعد ما عملت له الادينوتنسيلوكتومي وهو ستيل لسه ان هو اوبن ماوس، اعمل ايه هنا؟ ايه الديفايس اللي ممكن اعمله عشان اساعد لحد ما البرين يستوعب ان البوق يقفل؟ مفيش يا دكتور سعيد. انا عايز اقول لك حاجه ابقى اقولها لك عشان ما ينفعش دي اون لايف كده. احيانا بعمل حاجه كده صغيره كده نون تراديشنال اوت اوف ذا بوكس، تساعد الناس شويه، وان كانت يعني حاجه يعني اختراعي يعني بقى، يعني اقولها لك مش هينفع كده على الملأ يعني. طيب ماشي ماشي. انما الايديا ات از ا ديفيكولت سيتويشن، ولازم الاهل يفهموا كده كويس ان ذيس از بيوند يور ليميت اند بيوند ذا بيشنتس ليميت، يعني صعبه و it takes time. وخد بالك كمان لازم نفهم الاهل، هو انت ما ينفعش تقول لابنك كل شويه اقفل بقك اقفل بقك اقفل بقك. هو ماشي، حتى ايفن لو قفل بقه consciously during day time هيعمل ايه وهو نايم بالليل؟ تمام هو مش بمزاجه.
فالتيكس تايم ولازم الناس تبقى فاهمه. وكل ما طالت المده اللي كان فيها اوبستراكشن، كل ما هطول المده اللي هيبقى حتى بعد السيرجري هيبقى بقه مفتوح برضه. يعني اللي بقاله 6 اشهر ممكن تتحسن عضلاته، انما اللي بقاله 5 سنين الولد مناخيره مقفوله هيفضل 10 سنين مناخيره سالكه وبرضه ما ياخدش منها نفسه. فالموضوع صعب الحقيقه ومحتاج الاهلي يفهمونه. تمام، احنا برضو على ميعادنا ان شاء الله هنقول المحاضره دي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا ان شاء الله. واحنا بنشكر الدكتور رامي على الترتيب الجميل دوت. شكرا. انت فعلا دكتور رامي بقى، لان الدكتور رامي انا بشكر الدكتور رامي طبعا، وكون ان هو جاب حضرتك يعني ده كان مكسب كبير للجميع والله. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. الله يخليك دكتور سيد، بالعكس شرف لينا انا حقيقي الدكتور محمد يكون معانا، وبرضه شرف لينا حقيقي الدكتور حازم تكونوا معانا في الويبينار. اهلا وسهلا بكم. اهلا بكم. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا جزيلا. هل في اي حد تاني من حضراتكم عنده اي سؤال في المحاضره يكتب على الشات، لو هو مش عارف مش هيقدر يتكلم، او يرفع ايده ونعمل له انميوت. تمام. شكرا حاجة. شكرا حبيبتي محمد، كل سنه وحضرتك طيب، نورتنا وشرفتنا، كانت سهره جميله وكان موضوع جميل، اتشرح بطريقه سلسه وسهله. انا فعلا والله انا ما خدتش بالي من الوقت، انا اتفاجئت ان عدى احنا ساعتين وربع يعني. بجد انا خدت بالك ان البريباريشن دكتور رامي، البريباريشن لازم بياخد وقت برضه. لا تمام. لو جد المحاضره يعني بجد يعني فعلا جميله بجد. الموضوع هو الموضوع يعتبر موضوع يعتبر من موضوع الامرجنسي، وفعلا بصراحه الموضوع ده ما كانش واخد حقه بصراحه يعني، مش ظاهر. يعني ارجو تبقى المحاضره ديت مهمه للاطباء، وبرضه مهمه للبيرنتس، بالذات البيزيشن بيرنتس طبعا لازم ياخدوا بالهم. السنورنج والسيد ابنيا ده اذا تشيف كومبلينت ولازم يتعرض ولازم يتقال حتى لو دكتور ما سالش. بالظبط. شكرا يا دكتور محمد، كل سنه وانت طيب. شكرا. نشوف حضرتك على خير ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ محمد. ان شاء الله. السلام عليكم. مع السلامه.